باحثات، سواء الذين يتابعون هذا اللقاء عبر منصة جوجل ميت أو الذين يتابعونه من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز. مرحبا بكم في هذه الورشة التكوينية التي تأتي في إطار سلسلة التكوينات الخاصة بالملتقى الرقمي الثاني للتكوين حول مناهج البحث الأكاديمي ونظم المعلومات الجغرافية والتقنيات المعلوماتية الداعمة. هذه الورشة التكوينية تأتي في إطار المسار الثاني المخصص لبرنامج كيوجيس أو كيوجيس. يسعدني أن أرافقكم في إدارة وتسيير هذا اللقاء العلمي عن بعد. أنا أحمد الهامل، باحث في الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أزهر المهراز بفاس، مستشار في التخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يسعدني أن أرحب بالدكتور قاسم النعيمي، أستاذ باحث في الجغرافيا، أستاذ بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، متخصص في نظم المعلومات الجغرافية، له العديد من المقالات العلمية المحكمة وله كذلك كتب، من بين الكتب التي طلعت عليها شخصيا مؤخرا كتاب خاص بنظم المعلومات الجغرافية، هناك كتاب أيضا صدر حديثا للأستاذ حول منهجية البحث العلمي وعلى الخصوص البحث التربوي. أستاذ نعيمي شارك كذلك في إنتاج وتنسيق العديد من المؤلفات الجماعية، ولا ننسى كذلك أنه فاعل جمعوي وسياسي فذ على مستوى المجال الترابي لمدينة سلا. سي نعيمي كذلك من الأساتذة الذين تلقيت على أيديهم المبادئ الأولى لنظم المعلومات الجغرافية بالرباط، وأتذكر تأطيركم للورشات الخاصة ببرنامج الماب أنفو. مرحبا بكم أستاذ قاسم نعيمي. شكرا، شكرا الزميل العزيز. أهلا وسهلا أستاذ. الله يحفظكم. إذن سأترك المجال لكم لمباشرة هذه الحصة التكوينية. أرجو للزملاء والزميلات المتابعين لهذا اللقاء متعة المتابعة والانتفاع، ولنا عودة بعد انتهاء مداخلة الأستاذ قاسم النعيمي لفتح المجال للمناقشة. مرحبا بكم جميعا. شكرا الأستاذ الهامل، أنا جد سعيد أنني يعني نشتغل مع مجموعة بحال من أمثالكم، وفي الحقيقة يعني أثبتتم أنكم يعني العمل الجاد وما إلى ذلك، وهذا هو السر في النجاح ديال المرء كيف ما بغى يكون. دونك شكرا لكم سي نعيمي على هذه الكلمة الطيبة. مرحبا. لا يتسع المجال باش نعرضوا المميزات والصفات اللي كتميزوا بها. المهم شكرا أستاذي. شكرا أستاذي. طيب. شكرا، هذا ليس بغريب عنكم. ولعل المجموعة كنظن بأنه الكل من الإخوان هادو اللي الآن منخرطين في هذه المجموعة ولا في المجموعات الأخرين، ما هما الا الزبده ديال المجتمع اللي باغيين يتكونوا، لانه هاد لا فورماسيون اللي هي مفتوحه بهذا الشكل هذا والانسان يسهر باش يتابعها، هذا شيء في الحق جد محفز علينا. والحمد لله الشباب المغربي على خير وبخير، ويعني وقادر انه يرفع التحدي ويحب التكوين ويحب الخير لهاد البلاد. هذا هو اللي كيجمعنا الحمد لله في هاد المجموعه وفي الجامعه كامله وفي هذا المنتدى اللي كذلك بغيت نشكره بدوري اللي عمل هاد المناسبة اللي في الحق مناسبة سنوية. من الصعب أنه الإنسان يوصل للتنسيق ديال هاد المجموعات بهذا الشكل، وفيها يعني تربت واحد النوع ديال الثقة في المنتدى وإخوان الحمد لله، رغم أنه الإنسان خطأ، يمكن الإنسان يخطأ في واحد الأمر يمكن نسميته، ولكن كان استمرارية الحمد لله، فهو يعني نوع من التمرين ديال التعامل في التدبير، سواء التدبير هو اللي هو في المجال الجمعوي ولا التدبير في مجالات اخرى. دونك نتمنوا الاخوان جميعا النجاح ان شاء الله، وبدوري انا كنتظر ان شاء الله من هذه الدوره هذه ديال انه كل الاخوان يضبطوا جميع المراحل
ويعني الأمور اللي كينتظروها من هذا التكوين هذا يتوصلوا لها إن شاء الله. ولهذا نبغي نعرف الانتظارات ديال الإخوان، واش سبق لهم اشتغلوا بالكيجيس، علاش اختاروا الكيجيس، وشنا هي المهام اللي هيقوموا بها إن شاء الله من بعد يعني ما يديروا لفورماسيون. دونك نبدأ نعطي الأسماء باش من أسميته. غادي نمشي من اليمين لليسار على حسب اللي كيبان عندي في الشاشة لأنه يقدر يكون مغير عندكم. الأستاذة أسماء العزيزي. إذن مرحبا بالأستاذة أسماء العزيزي. تعطينا نعم تعطينا شنو المنتظر من هاد لافورماسيون، واش سبق ليها التعرفات على الكيجيس، وشنو غتعمل به ان شاء الله في المستقبل، شنو باغي تشتغل به؟ إذن مرحبا بمداخلات الاخت اسماء العزيزي. باختصار دونك ما كايناش الاخت، نشوفوا الاخ محمد بوروسيا. سي محمد بوروسيا، اللي خليكم تكونوا شويه سراعين باش ما نضيعوش الوقت غير فهاد. نعم بدنا ناخذ واحد 5 حتى 10 دقائق ان شاء الله باش نديروا واحد تشخيص. طيب ما كاينش الاستاذ محمد بوروسيا، ندوزو الاستاذ. اذا الاستاذه اسماء هي معنا، امثال هشام. اذا نخليو الاستاذه اسماء السينمائي. وي قالت لنا ما كنسمعوكش الاستاذه، خصك تشغلي الميكرو ديالك. إذا نمشيو للأخ الثالث في اللائحة. إذا شنو عندكم السي نعيمي في الشاشة؟ دونك كاين السي محمد بوروسيا ما تا وما جاوبناش، نشوفوا الأخ أمصال هشام. إذا السي هشام يمكن لك تاخذ الميكرو مباشرة وتواصل معنا إذا أمكن. تحدد الانتظارات ديالكم من خلال المشاركة في هذه الورشات. اللي ما استطاعش الا سمحت لي السي الهام، اللي ما استطاعش يكتب لينا غير بحال دابا الاستاذه اسماء. نعم. يعني كيمكن تكتب لينا في لي ميساج نشوفوه ان شاء الله من بعد هذاك الشيء. اذا ربما بالنسبه. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا استاذ، لاباس عليكم. التسميح كان عندي مشكل في الميكرو، هذاك الشيء علاش عاد راه دخلت في التليفون. أنا أسماء العزيزي، طالبة باحثة سنة ثانية من سلسلة الدكتورة تخصص جغرافيا كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، وسبق لي أنني مانيبيليت في الكيجيس ولكن بشكل قليل مقارنة مع الأرجيس، ومتطلعات ديالي إن شاء الله أنني نضبط الكيجيس باش نخدم به الخرائط ديال الأطروحة ديالي، لأنه من برامج لي أوبن سورس. هذا الشيء علاش هذا هو على إن شاء الله. إن شاء الله هذا هو متطلعات. مرحبا إن شاء الله. شكرا. مرحبا. شكرا. سي هشام. سي هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام اللي ما كنسمعوكش. مرحبا تفضل أخوي. الله يبارك فيك أستاذ، شكرا على وقتكم القيم في تقدير هذه الورشة المسائية. بالنسبة أستاذ هشام أمثال، أولا طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس تخصص الجغرافيا الطبيعية. بالنسبة لي شخصيا يعني الكيوجيس لم أشتغل به كثيرا، فقط يعني اشتغالات يعني قمت أنا وبعض الزملاء يعني اشتغال خفيف فقط. أنا أشتغل ببرنامج الأرجيس وأيضا برنامج الإرداس، يعني ليست لدي أي معلومات كافية بخصوص هذا البرنامج. ذكر أنا بطور يعني المشاركة في هذه الورشة من أجل التعرف أكثر على هذا البرنامج وعلى خصائصه. شكرا أستاذ. شكرا. وشكرا. أستاذ سامير السلكي. سامير السلكي. السلام عليكم. السلام. السلام. احترامك أستاذ الحضور. بخصوص كيجيس، بالنسبة لي أنا أول مرة كنستعمله، أنا طالب باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنطوفي القنيطرة. التطلعات ديالي هو انه نشوف الفرق ما بين الاركجيس، اوجه الاختلاف اوجه التشابه بين اركجيس وكوجيس، وكون تطبيقات بالنسبه للاطروحه ديالي ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا وشكرا. مرحبا. اذا ننتقلوا لشي اخ او اخت. الاستاذ العربي الخالدي.
السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. السلام. نشكركم أساتذة على المواكبة على التحضير ديالكم لهذه الورشة هذه. كما كنجدد الشكر للإخوان اللي كسروا على تنظيم هذه التكوينات وهي في حقيقة سنة حميدة. فيما يخص الكوجيس صراحة كنت مؤخرا كنت كنطالع على بعض الفيديوهات ولكن ما سبقش لي أنني اشتغلت به، اشتغلت في الأركجيس. الشيء اللي خلاني نهتم بالكوجيس هو أنه متاح بالمجان، وبالتالي الشيء ما يخليك ما يعرضكش لبعض المشاكل اللي ممكن يعرضك لها الأركجيس إلا اشتغلتي بنسخة ماشي نسخة أصلية. فيما يخص الانتظارات خاصة أهم ما يمكن أن يتيحه الكوجيس إنجاز الخرائط، ما أقصى ما يمكن أن يتيحه الكوجيس إنجاز الخرائط إذا أمكن أننا نتعرف عليه. شكرا لكم جدا. شكرا. الأستاذة نادية سالم سلمان عفوا سلمان. السلام عليكم الأساتذة الأفاضل. بالنسبة لي طالبة باحثة بسلك الدكتورة الشغيل بديداكتيك الجغرافية بكلية علوم التربية، وهذا المنحة التخصصي كيجعلني نفتح على البرانيم اللي كتهتم بجانب الكارتوغرافي، خاصة أن الأطروحة ديالي خاصة بهذا المجال. هذا طلعت مسبقا على كتابكم أستاذي الفاضل حول كيجيس، ولكن بصورة نظرية يعني أود من هذا اللقاء والورشة التكوينية أن يتاح لي الجانب التطبيقي، خصوصا أن قمت ببعض التكوين البسيط الهام بهذا البرنامج ولكن لم يكن يصل إلى الأهداف المتوخاة منه. لهذا أنا انخرطت في هذا المسار لكي يكون هناك أكثر استفادة وتعمق في هذا البرنامج الخرائطي. وشكرا لكم أستاذي الفاضل على هذا المجال التكويني بالنسبة إلينا. إذا مرحبا بكم أستاذة. إذا أمرر الكلمة لمشاركا أو مشاركة أخرى. مرحبا بكم أستاذ سعيد الجوادي. سي سعيد الجوادي. سي سعيد إذا كان في الاستماع لكم الخط. سي سعيد دونك ليس في الاستماع. ندوزو للأستاذة خديجة الزروق. السلام عليكم الأساتذة الأفاضل، كيف الحال؟ السلام ورحمة الله. أنا طالبة خديجة زرق من جامعة عبد الملك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. مرحبا أستاذة خديجة. شكرا بارك الله فيك. إذا الانتظارات ديالي من الكيجيس هو كيف ما قال الأستاذ السابق بأن الكيجيس هو برنامج مفتوح المصدر، والانتظارات ديالي هي كل ما يتعلق بإنجاز الخرائط. دراسة ديالي هي دراسة هيدرولوجية لأحد الأحواض، وانتظاراتي يعني كل ما يتعلق بإنجاز الخرائط في هذا الموضوع. وشكرا مسبقا. مرحبا أستاذة. الكلمة الآن الأستاذة فاطمة زهرة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بارك الله فيك. أنا طالبة حبيبي فاطمة الزهرة من جامعة القضيعيات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، طالبة في سلك الدكتورة السنة الثانية. وكما قال الزملاء يعني نحن نود أن يعني نشتغل على الكيجيس لأنه مصدر مفتوح أولا، ويعني وأنا لم أسبق لي أن اشتغلت على الكيجيس، بل يعني معظم اشتغالاتي كانت على نظام الأركجيس. ويعني نود أن يعني أن أطلع على جميع ما يمكنني أن أستعمله في هذا التطبيق لكي أنجز به خرائط أطروحتي. وشكرا أستاذ. مرحبا. مرحبا أستاذ فاطمة زهرة. الأستاذ محمد برادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية أريد أن أشكر الأساتذة على هذه الورشة اللي فتحوها لنا من أجل الاستفادة من هذا البرنامج ديال كيجيس. معكم محمد برادة، وطالب باحث سلك الدكتوراه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة تخصص السياحة. بالنسبة لي صراحة يعني أنا ما عنديش يعني اطلاع مسبق على هذا البرنامج،
وكذلك لا البرنامج ديال اركجيس لا البرنامج ديال كجيس يعني ما اشتغلت بهم. واثناء البحث نتاعي يعني لقيت صعوبات صراحه في انجاز الخرائط بحكم ان يعني البحث نتاعي يعني يعتمد بشكل كبير على الخرائط. يعني لذلك فيعني لما رايت يعني هذا التكوين فانخرطت فيه من اجل يعني استفادة من هاد البرنامجين اللي هما كنعتبرهم يعني مهمين بالنسبه للجغرافي. وشكرا. مرحبا استاذ الكريم. اخر متدخل غيكون هو السي معاد الوخيطي. الاخ معاد اذا كان في الاستماع دونك خرج الاستاذ معاد. اذا ربما بعض الاخوه يواجهون صعوبات تتعلق بضعف الصبي بالانترنت وما الى ذلك. اذا ناخذ مشارك واحد والاخوه باقي الاخوه والاخوات يسمحوا لنا ربحا للوقت ان التكوين في يعني في ما يخص الكيوجيس غادي ياخذ الوقت وغادي يحتاج ورشات تدريبيه وتكوينيه اللي هي معمقه وتطبيقيه ان شاء الله. نعم. إذن آخر مشارك أو مشاركة باختياركم الأستاذ النعيمي. آخر مشارك هو اللي كان الآن. إذن شو السي المفضل الهاني؟ المفضل الهاني وين؟ الأخ المفضل الهاني. إذن الباحث المفضل إذا كنتم في الاستماع يمكنكم المشاركة. دونك راه دار السلام عليكم. إذن يكون متعذر عليه أنه يتواصل عن طريق الميكرو. يستسمح اذا من الصعب عليه. بغيت نخبرك السي الهمل رحبوا بالاستاذ الغبيسي محمد راه معنا في الورشه. مرحبا بالسي الغبيسي. اذا خبر جميل غادي ان شاء الله يكون هو المراقب على كيفيه سير الورشه ان شاء الله. واذا كان في حاجه يمكن يعني السي محمد الغبيسي كفاءة كذلك احد المتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافيه ومشاركته في هذه الورشة التكوينية ستكون لها قيمة مضافة بحول الله. إذن مرحبا بالجميع. أترك لكم المجال للتفضل بمداخلتكم سي نعيمي. إذن بإمكانكم تقاسم الشاشة مع مشاركين والمشاركات. إذن يبدو أن هناك عرض باوربوينت سي نعيمي. نعم. دونك الإخوان نعم دونك الاخوان في البدايه لابد من رسموا الاهداف ديالنا اللي باغيين نوصلوا لها ذكر في هذه الحصه ان شاء الله. من ضمن الاهداف اللي رسمنا لهذه الحصه هو اننا اولا نعرفوا نعملوا واحد التعريف لنظم المعلومات الجغرافيه باعتبار انه كاين اللي كيوقع عنده واحد الخلط ما بين نظم المعلومات الجغرافيه وما بين تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه. اذا مزيان ملي يتكلم الباحث أو الطالب يجب أن يعرف شنو الأمور التي يجب التركيز عليها لتعريف نظم المعلومات الجغرافية. الهدف الثاني هو نعرف أشكال ديال تمثيل كل الموجودات فوق الأرض والظواهر الموجودة فوق الأرض بواسطة نظم المعلومات الجغرافية. ثم الهدف الثالث هو يعني التمرن على أو التعرف وربما التطبيق الأنواع وبنيات المعطيات أو بناء المعطيات كيفية بناء المعطيات داخل نظم المعلومات الجغرافية. ثم التعرف على المبادئ الأساسية التي يجب أن يتعرف عليها الباحث قبل بدء أي تكوين. يمكن قبيلة سمعت أنه بعض الإخوان اللي اشتغلوا ببعض البرامج يمكن واحد الأخ طلع على فيديوهات واحد الأخ ربما يتقن نظم المعلومات الجغرافية باستعمال واحد التطبيق خاص اللي هو أركجيس. ولكن هاد طريقة لفورماسيون اللي غادي نعملوها هي في الحقيقة تدريب لهم حتى أنهم يوليوا حتى هما أساتذة إن شاء الله ويحاول ما أمكن يتمرن على طريقة تمرير مثل هاد التكوين. إذن راه في البداية واخا تكون كتعلم واحد التطبيق ولكن تقدر تكون ما عندكش البيداغوجية باش يعني تقدمه كوحدة ديال التكوين
وهذا في الحقيقة مطلوب الإخوان لأنهم هم مرشحين أنهم يكونوا أساتذة في المستقبل أو موظفين أو أي مهنة اللي يمكن تسمح لهم أنهم يعملوا تكوين أو تمرير هاد مثل هاد البرامج. كذلك يعني نأخذ واحد نظرة شاملة، سمحوا لي كتبت الأركجيس، نظرة شاملة على الكيجيس واللي فورم ديال لي دوني كيفاش كيمكن نطبقوها باش يعني تكون هي لونطري ان شاء الله باتجاه حصص تطبيقيه. دونك شنو هو انسيك؟ هو مجموعه من المبادئ والمناهج والمعطيات والوسائل المستعمله لتحليل ونشر معطيات اساسيه لفهم الظواهر والتي تساعد على اتخاذ القرار. دونك نظام العلوم الجغرافية هو مجموعة من المبادئ والمناهج والمعطيات والوسائل المساعدة. شوف شحال من وحدة. إلا جينا نشوفه كاين مجموعة ديال المبادئ، مجموعة ديال المناهج، معطيات ووسائل تستعمل لتحليل ونشر معطيات أساسية تساهم في فهم الظواهر وكذلك تساعد المدبرين في اتخاذ القرار. دونك هاد العناصر وهاد الأمور هذه كلها جملوها الباحثين فإنه نظم المعلومات الجغرافية كتكون من 5 ديال العناصر، وهي في الحقيقة راه غير 3. علاش 3؟ لأنه كان بعض الأمور اللي هي من تحصيل حاصل، بحال مثلا الوسائل اللي سميتو هاد لي زانستريمون داكور. دونك نبداو بالعنصر الأول اللي هو المستعمل. داكور، هاد المستعمل هو أنت، بمعنى آخر لما تبغي تستعمل نظم المعلومات الجغرافية خصك تكون متزود بهذيك العناصر اللي تكلمنا، اللي لي برينسيپ يعني المبادئ والمناهج، وتعرف تعمل لاباز دوني كيفاش ستركتوريا، كيفاش يعني دير لها البناء ديالها باش تكون كتستجب للمتطلبات ديال كل الاهداف اللي باغي ترسمها انت. دونك هل الاول هو يعني المستعمل لو سافوار فير، هو هذاك الشيء اللي قلنا ديال المناهج والمعايير وعدد من الاخت تكلمات كتكلم على تكلمات في الكلمه ديالها على انها تستعملوا في بحث ديال الهيدرولوجي، واحد الاخ تكلم غادي يستعملوه في ليروزيون، واحد الاخت اخرى غادي يستعملوه في الاوربانيزم، واحد اخر راه يستعملوه في التوريزم، يعني كل واحد. دونك هذاك يعني انت تقنتي الاداه ولكن كيخصك هذاك لو سافوار فير ديال ديك المجال اللي انت كتشتغل فيه، بناء عليه خاصك تكون يعني كتقن هذوك لي زانديكاتور اللي خاصين بهذاك المجال. مثلا اللي في التعليم عنده واحد دي زانديكاتور، اللي في الصحه عنده دي زانديكاتور، اللي في السياحه عنده مؤشرات، يعني هذاك لو سافوار فير خص توفر عليه. لا يكفي انك تكون كتعرف فقط نظم المعلومات الجغرافية وتدعي انك يعني راه تستعملوا استعمال جيد. العنصر الثالث هو الماتيريال، هذا هو اللي قلت انه يعني ما كيتعتبرش عنصر مهم. علاش؟ لانه الماتيريال اليوم اصبح كله يعني كيتحمل هاد النظم اللي كنشتغلوا بها، واللي كتطلب واحد الشساعه في السعه ديال الحاسوب، وكذلك الشساعه في السرعة وما إلى ذلك. والكل كيعرف الكونفيغوراسيون اللي خصو يشتغل بها، خص تكون الرام كبيرة ويكون ديسك دير كذلك كبير. ثم لي لوجيسيال، وهادو هما اللي حنا كنغلطوهم بنظم المعلومات الجغرافية. ذكر دونك هادو ما هو إلا أداة داخل نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية راه كتجمع هاد العناصر بخمسة، وهنا الأداة كما سبق الإخوان كاين اللي يتقن الأركجيس، وكاين الذي يتقن الكيجيس، وكاين الذي يتقن مابانفو. عموما راه كلها تقريبا متشابهة في المبادئ، علاش المبادئ باش كتشتغل. ف
سواء كنا كنشتغلوا بلارك جيس او كنشتغلوا بالكي جيس او كنشتغلوا بمابونفو، لي بروسيدور اللي كنتعلمهم راه هما لي بروسيدور، والامور اللي هي اساسيه وضروريه هي اساسيه وضروريه باش نخرجوا الخريطه اللي هي وسيله الخرائط، لانه شحال من واحد كيسمي هاد النظم العلمية الجغرافية الخرائط المسانده بالحاسوب، وهي لا، لانه الخرائط او الخريطه هي فقط واحد اللغه اللي بها كنستخرجوا داكشي اللي نتجناه. ما تنساوش على انه نظم المعلومات الجغرافيه ليست لها حدود، يعني لا يحدها الا خيال هذاك الباحث اللي كيستعملها. اذا طلق سميتو العنان الخيال ديالك، وربما تقدر تنتج نماذج اللي ربما ما سبقش استعملوها بعض الاخوان. يمكن لك تكتشف بعض نقط الضعف ديال المناهج او نماذج اللي ربما الاخوان كتولي كيوليو مستعبدين لها، بحال دابا في ليروزيون في الدراسه ديال التعريه كاين واحد جوج ديال لي موديل، واحد كيسميوه الموديل ديال بابكار وواحد كيسميوه الموديل ديال جيشماير. كيوليو الاخوان كيجي يدير لاتيس ديالو كيشوف كيفاش كيدير هذاك الموديل، وكيشدو كيطبقوا على ديك المنطقه ما عارفش كاع كيفاش تبنى هذاك الموديل. واحد النهار يقدر يفكر كيفاش تبنى، يبدا يبحث يلقى على انه هذاك الموديل غير مناسب للبيئه ديالنا حنا، وبالتالي يقدر يزيد فيه شي حاجه ولا ينقص منه شي حاجه، ولا يكتشف حتى هو واحد الخليط من العمليات اللي تقدر تعطينا الموديل. دونك ما يحقرش الانسان نفسه او يعتبر انه هذوك الناس اللي داروا دوك لي موديل راهم شي حاجه يعني وصلوا لسميتو. يعني كاين الاحترام واخلاقيات البحث واحترام الباحثين، ولكن ليس معناه الاستعباد. ثم كما قلت العنصر الاخير هو المعطيات، والمعطيات كنميزوا فيها ما بين ما هو الصوره وما هو متجهه، يعني معطيات ديراستر اي دي فيكتور، ومعطيات اللي هي رقمية، ومعطيات اللي هي عبارة عن نصوص. دونك هادو العناصر لما كنتكلموا على نظم المعلومات الجغرافية. ملي كنقولوا نظم يعني هو واحد نظام مكون من عناصر، وهاد العناصر الخمسة هما هادو، ولكن كما قلت ثلاثة هي المهمة، هي المعطيات والأدوات ولو سافوار فير. بيان، دونك شنو هما لي فونكسيوناليتي ديال سميتو ديال نظم المعلومات الجغرافيه، او الا بغيت تقول المهام التي تؤديها نظم المعلومات الجغرافيه؟ اول حاجه هي الارشيفاج اي لا كوليكسيون دي دوني، يعني ارشيفات وتجميع المعطيات من مصادر متعدده. تذكر بمعنى آخر أنه أنت إلا مشيتي لواحد الإدارة ولقيتي المعطيات مشتة باش توصل المعطى صعيب أنك توصل له، كتلقى على أنه راه الحل هو نظم المعلومات الجغرافية. يعني ما كنجبدوش الخرائط، داكور، هذا غير واحد الهدف من الأهداف، وأنه مثلا مشيت للمصلحة ديال التعمير ولقيت ملي كنبغيو غير واحد الملف، ولا كنبغيو واحد الرقم، ولا كنبغيو واحد سميتو، ما كنقدروش نوصلوا للموقع ديالو، ما كنقدروش كذا، ما كنقدروش. دونك غير نظم المعلومات الجغرافيه يمكن نجمع فيها وندير ليستوريك، ويبقى غادي سنه من مور سنه، وبالتالي ها حنا كنجمعوا المعطيات. بل انه اكثر من هذا، الدور ديالي انا هو ان كنت كنوقع مثلا تصاميم، كي تصميم من مور تصميم ما كنعرفش راسي فين كنوقعش، من جهه، شكون الجهه اللي وقعت ليها بزاف، شكون الجهه اللي ما وقعتش ليها بزاف. اذا ملي كندخلهم في لاباز دوني ديال سيغ كيعطيني هاد المعطيات بشكل سريع، وكيمكن لي نولج ليهم بشكل كبير. اذا هذا غير فقط مهمه من المهام التي اللي كيديها نظم المعلومات الجغرافيه. المهمه الثانيه هي مطابقه المعطيات ومراكبتها على شكل طبقات. دونك هذا الامر هذا كذلك كتضمنوا نظم المعلومات الجغرافيه، معطيات فوق معطيات، وبالتالي هذا ما كتضمنوش مثلا تطبيقات اللي هي تطبيقات بحال اكسل وبحال لاكسس وتطبيقات اخرى. المهمه الثالثه هي لو تريتمون دي زيماج راستر، يعني معالجه الصور واستخراج معطيات اخرى منها، بحال مثلا كما قلنا ديك
الموديل النموذج الرقمي للأراضي، واللي هو يعني واحد ليماج، واحد صورة خوذة بالأقمار الصناعية، واللي كنولدوا منها معطيات أخرى، ويمكن نركب معطيات مع معطيات ونخرج معطى ثالث. هيكلة المعطيات وسرعة الوصول إليها، وهذه ربما شرت لها في الأرشيفاج، ثم إمكانية القيام بحسابات وقياسات اللي بدون ما نخرجوا للتيران. وهنا ملي كنقول بدون ما نخرجوا للتيران، ماشي كانت ندعي الإخوان إلى التخلي عن الميدان، لأن الميدان هو أساس المعلومة الصحيحة أكثر من نظم المعلومات الجغرافية أو الاستشعار عن بعد. لأنه أصلا الاستشعار عن بعد وهذا نظم المعلومات الجغرافية مبنية على البحث الميداني، واللي كيدخل هالمعطيات واللي كيشغلها هو الإنسان. والإنسان كذلك يجب أن يعني يتأكد من هذه المعطيات على مستوى الميدان. لهذا فلا رجعة عن الاشتغال في الميدان، وعاد يمكن ندعمه ونسرعه الإنتاج ديال المعطيات عن طريق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. ثم كذلك هذا النظم المعلومات الجغرافية من ضمن المهام الأخرى اللي كيقوم بها هو القيام بتحليلات مجالية، يمكن نقولوا لا فيزيبيليتي، يعني هاد سميتو، يمكن لنا ناخذوا النظم النماذج الرقميه الارتفاعات ونشوفوا مثلا الا بغينا نعملوا ان ريزو اللي خصو يبان من واحد العدد ديال الجهات، ربما كيريكلامينا شي دونجي كاين ولا شي حاجه من القبيل، بحال داكشي ديال الفيضانات، ما يكونش كيستعمل غير الصوت، كيستعمل حتى الرؤيه، يعني شي حاجه كتاثير البونسيون، كنديروا هاد لاناليز، وبالتالي يعطينا فين يمكن لنا انستاليو هذاك الريزو ويبان لواحد العدد ديال الدواوير. يمكن كذلك نشتغلوا به في استخراج الاحواض، يمكن نستعملوه في بناء نماذج كما سبق لي تكلمت في السابق. ثم المهمة الأخيرة هو الروكات، يمكن لك تدير أسئلة، طرح أسئلة على لاباز دوني ديالك، وبالتالي هو يستخرج لك الأجوبة على ديك الأسئلة اللي صعيب أنك توصل لها بطريقة يعني يدوية أو عن طريق استعمال بعض البرامج اللي متعلقة بالحسابات. نمشيو الان للواجهه ديال البرنامج او الخصوصيات ديال البرامج ديال نظم المعلومات الجغرافيه. كل البرامج اللي تكلمنا عليها، خذ اللي بغيتي اي برنامج يمكن لك تشتغل به، غتلقاه كيتميز بوجود اربعه ديال النوافذ. النافذه الاولى هي كتسمى فينتر دو فيجواليزاسيون، يعني نافذه اظهار الخرائط والاشتغال عليها والرسم وما الى ذلك. داكور. النافذه الثانيه هي نافذه المعطيات، نافذه ضروري كتكون عندها هذيك النافذه ديال الرسم ولي زوبجي غرافيك ولي زونتيتي، كتكون عندها واحد العلاقه مع نافذه ديال المعطيات اللي بناء عليها كيكون الربط ما بين المجال والمعطى المقابل له. ثم النافذه الثالثه هي نافذه خاصه ب لي غراف بحال اللي كتبان لكم في الخريطه. ثم النافذه الاخيره هي نافذه اعداد الصفحه او لا ميزون باج، يعني كلهم لي لوجيسيال، غير كل واحد منين كتدخل له لهاد النوافذ هادو. مزيان الاخوان مره الا بغاو نشوفوا الكيجيس، ومن بعد يمكن نمشيو نشوفوا شي يعني برنامج اخر ونشوفوا شنو هي الاختلافات اللي كاينه. طبعا الا كان كيخدم لينا الموضوع، الا ما كانش كيخدم لينا حنا كنركزوا غير على البرنامج اللي عندنا حنا واللي كنشتغلوا عليه. دونك هادو اربعه النوافذ كما قلت، وخا نمشيو لاي لوجيسيال كما كان، اي برنامج كما كان كيدعم نظم المعلومات الجغرافيه، الا وغادي نوجدوا فيه هاد النوافذ باربعه، يمكن لينا نبحثوا عليها. نمشيو الان عنصر مهم اللي خص يتعرفوا عليه الاخوان، واللي هو لا نوسيون ديال لا ستركتوراسيون، كيفاش كيتم بناء القواعد ديال المعطيات. قواعد ديال المعطيات كاين ثلاثه ديال الانواع،
كاين النوع الاول هو الراستر ايماج، يعني معطيات عباره عن صور. ذكر هذه المعطيات اللي هي عباره عن صور كتقاس بالبيكسل. اوكي هذاك مثلا ملي كنجيو كنقولوا هذه ليماج راه لا ريزوليوشن ديالها 30 متر، بمعنى اخر هذا البيكسل هذا راه فيه 30 متر في الطول و 30 متر في العرض، يعني الضلع ديالو 30 متر. البيكسل هو عباره عن مربع، هو اصغر جزء في هذيك الصوره اللي كنتكلموا عليها. ذكر دونك هو هذا، احنا خرجنا هذا البيكسل هذا خرجنا هنا. دونك هذا الا بغي الا سمعنا راه 30 لا ريزولوشن ديالو 30 متر، بمعنى راه هنا 30 متر وهنا 30 متر، وحسبوا المساحه ديال البيكسل. هذه هي لا ريزولوشن ديال هذا ليماج هذا. الا سمعنا 5 المتر، بمعنى ان هذا الضلع هذا فيه 5 ديال المترو، هذا الضلع فيه 5 المترو. ولا سمعنا ام متر، بمعنى هذا الضلع فيه ام متر وهذا الضلع فيه ام متر. وهذا البيكسل هذا من بعد نشوفه كيفاش نعبروه في الايماج ديالنا، ولا كيفاش نتعرفوا عليه غير من خلال الميتادوني. الميتادوني هي الا بغيت تقول المعطيات حول المعطيات، نتعرفوا عليها ان شاء الله في المستقبل. دونك شنو لو ديفو ديال هاد لي زيماج راستر؟ هو هذا الامر هذا ديال انه لما كنزيدوا في سميتو في زوم كتولي المعطيات عبارة عن دي بيكسل بحال هكا، وبالتالي فهذا كيحجب لنا الدقة في المعطيات وما كيخليناش يعني نستعملوا هذه الصورة بشكل جيد. داكشي علاش هاد لي زيماج راستر كنحولوهم اون فورما فيكتور. داكور، ويمكن عاوتاني ملي نحولو من فورما فيكتور نوليو نعاودو نبغيو نستعملوهم وندير لهم ان سوبربوزيون، كنوليو ندير لهم لا كونفرسيون اون راستر. وهكذا يعني غادي نتعلموا حنا هذه القضيه ديال لا نافيغاسيون ولا لا كونفرسيون من فيكتور لراستر ومن راستر لفيكتور. لما كنتكلموا على الفيكتور راه كنقصدوا اربعه ديال العناصر. هنا مثلت لكم غير الثلاثه، والرابعه ماشي فيكتور، يعني الرابعه هي لو تيكست. اوكي دونك اي حاجه كنبغيو نمثلوها كيمكن نمثلوها اما بالبوان او نمثلوها بالبولي لاين او نمثلوها بالبوليغون حسب طبيعه الظاهره. والا عجزنا بهاد الثلاثه كاملين كنديروها بلو تيكست، ولا كنعددوا هاد العناصر هذه بلو تيكست. اوكي وما نساوش على انه يعني سواء كانت بوان ولا بولي لاين ولا بوليغون راه في لو دوسيي كيكون هاد لو نون ديال الطبقه كيتعاود ربعة أو خمسة ديال المرات. ذكر كين العنصر أو الفيشي الأول، الوثيقة الأولى كيكون عندها واحد الإكستنسيون SHP شيب فايل، الإكستنسيون الثانية كيكون عندها DBF، الإكستنسيون ديال S متفقين، الإكستنسيون الرابعة PRG. اسمحوا لي هذا راه ماشي ديال الكيجيس ديال ArcGIS جو بونس، ولكن عموما كيستعملوا نفس الاكستنسيون ما بين الاركجيس والكيجيس، نفس الاكستنسيون. دونك الاولى اللي هي شيب فايل كتكون فيها لو شومان باش غيمكن تجبد المعطيات. اذا لما تبغي تفتح هاد لا طابل هادي كيمكن لك تقلب على، كيخصك تقلب على لو فيشيه اللي في الاكستنسيون ديالو SHP. داكور، ولا بغيتي تجبد غير المعطيات خصك تقلب على لو فيشيه DBF. اوكي لا بغيت تقلب على واحد لانديكس تقلب داكور، لا بغيت تقلب على لا بروجيكسيون خصك تمشي للبي ار جي. دونك هادو يعني معطيات اللي هي عامه ويمكن نتعرفوا عليها ان شاء الله في التطبيقات. ندوزو للنوع الثالث اللي هو لي دوني الفا نيميريك. وكما قلنا هاد لي دوني الفا نيميريك هي المعطيات اللي كتكون مرتبطه بهاد لي زونتيتي اللي رسمنا، واللي كتكون دي المعطيات وصفيه و كمية وكيفية، ويمكن تكون معطيات أبسولي كما قلنا. وهنا باش ندخلوهم في هذيك لاباز دوني يعني راه كنختاروا اش من نوع ديال المعطيات ندخلو، والسبب هو أننا كنضمنوا سرعة التعامل
مع هذا المعطى. علاش؟ لأنه حينما نسائل البرنامج والمسألة ديالنا كتكون عبارة عن مسألة جبرية، يعني كنستعملوا الجبر يعني حسابات، كيعرف هو أنه راه ما كنقصدش دك لي زونتيتي لي دوني تيكست، دونك كيحيد ما هو في الأول بدا الفرز. ذكر إلا كنت كل شيء مدير له مثلا ريال سامبل ولا اونتي كورت ولا شي حاجه بحال هكا، راه ما يجي ما فهمتي يخلط كل شيء، واخا هو التكست غيجبد هذه الامور هذه. الا كنتي مثلا ارقام الهواتف ما كيمكنش نعمل عليهم عمليات حسابيه جبريه، اذا هو كنعملوها التكست، وبالتالي لما كنبغيو نعملوا العمليات الجبريه ما كيجبدش ليا هو هاد لي كولون هادو، كيعرفني راه كنسال غير الحقول اللي هي فيها أرقام ومعطيات رقمية كيف كمية وكيفية. كذلك لابد من تذكروا على أنه لما كنتكلموا على نظم المعلومات الجغرافية راه كنتكلموا على واحد المبدأ عام في التطبيقات كاملة. شنو هو هذا المبدأ؟ هو مبدأ الاشتغال بالطبقات. أوكي؟ الاخوه اللي فايتين اشتغلوا بمابونفو، الطبقه في المابونفو كيمكن لها تقبل نقاط وخطوط ومساحات في نفس الطبقه، بينما في الاركجيس ولا في الكيجيس نو. في الاركجيس ولا في الكيجيس من البدايه نحدد طبيعه المعطيات، طبيعه المعطيات والرموز اللي غتضمنها الطبقة، وهل هي رموز نقطية، هل هي رموز خطية أو رموز مساحية. إلا عملنا رموز نقطية دونك هذيك الطبقة لن تقبل إلا الرموز النقطية، وإلا عملنا رموز خطية لن تقبل إلا الرموز الخطية، وهكذا بالنسبة للمساحة. وبالتالي فالجميع ديال هالطبقات هو اللي كيسمها بروجي مشروع، وهو اللي كيعطينا خريطة بحال هذا الشكل هذا. دونك لاحظتوا على انه هاد الطبقات كلهم الا جمعناهم عاد كيعطيونا هذيك الخريطة اللي هي مجموعة بهذا الشكل هذا. ويمكن كل ما ازحت واحد طبقة من الطبقات الا وكتحصل على نتيجة اخرى. المبدأ الاخر واللي ضروري خصنا نتعرفوا عليه في نظم المعلومات الجغرافية هو البروجيكسيون أو الإسقاط. شنو هو الإسقاط؟ الإسقاط هو واحد العملية حسابية الهدف منها هو تحويل ديك الجلوب اللي هو 3D، الجلوب اللي هو 3D ثلاثي الأبعاد، إلى خريطة ثنائية الأبعاد، يعني فيها غير طول العرض، ماشي فيها ماشي كتاخد ديك الشكل ديال الكوكب. اوكي وحنا كنعرفوا على انه لما غنبغيو نحولوا واحد الشكل اللي هو شكل كروي الى شكل مستوي، لابد ما تنتج عليه واحد العدد ديال التشوهات، تشوهات في المساحات وتشوهات في الاشكال. ذكر عموما حنا باش ما نوقعوش في التشوهات هذه، في المغرب كدول اخرى كيستعمل واحد العدد ديال الاسقاطات من ضمنهم جوج اللي هما اساسيين. الاسقاط الاول سميتو لا بروجيكسيون كونفورم كونيكت دو لامبر، داكور، وكيترمز له ب LCC، والثاني سميتو لا بروجيكسيون يونيفرسال ترانسفيرس دو ميركاتور، وكيترمز له بالاي تي ام. اشنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو انه الاول كياخذ هذا الشكل هذا اللي هو ال سي سي كما قلنا، هو الاكثر دقه بعدا اكثر من الاي تي ام. داكور علاش؟ لانه كيتبازا على واحد سيستيم، واحد النظام محلي كما قلنا اللي سميتو لومبير، وكينطلق من مرشيش. اوكي وشنو الهدف ديالو؟ هو انه يقلل من التشوهات. علاش؟ لانه هذا كيعتمد على الشكل المخروطي،
داكور هذا الشكل هذا المخروطي، والمخروطي اللي عملناه فوق هذاك الكرة داكور كنلقاوه كيلامس واحد المكان، وهذا المكان هو على حسب منين وضعنا المخروطي. لو وضعنا المخروط من القطب الشمالي كنلقاوه كيلامس خط او مدار السرطان، ولا عملناه من القطب الجنوبي غادي نلقاوه كيلامس مدار الجدي. دونك حنا كناخذ الاول اللي كنعملوه على شكل كون، فهمتي، على شكل مخروط من القطب الشمالي وكيلامس مدار السرطان، ومدار السرطان كيمر في الجنوب ديال المغرب، وبالتالي فهذيك المنطقه هي اللي كيلامسها هي اللي كتكون اقل تشوعا. كل ما ابتعدنا سواء في اتجاه الشمال او في اتجاه الجنوب الا وكيتزاد التشوع. ذكر لهذا حنا باش نزيدوا النقص من هذاك التشوع قسمناه لاربعه ديال المناطق، وهي هذا الشكل هذا. المنطقه الاولى اللي كنسميوها لو نور ماروك كتنطلق تقريبا من الشمال ديال اكادير حتى طنجة، راه كاين الخطوط الارقام ديال لي دوغري منين كتنطلق ربما كيبان لكم. ثم المنطقه الثانيه كتنطلق من الداخل حتى الشمال ديال اكادير، والمنطقه الثالثه كتنطلق من العيون من الدخل عفوا الى العيون، والمنطقه الرابعه هي اللي موجوده جنوب الدخلة. وبالتالي فكل واحد منا كيختار المنطقه اللي كينتمي لها، وبالتالي كيستعملها. يمكن يطرح بعضكم سؤال، وإلا كانت المنطقه كتوجد نصفها في زون 2 مثلا والنصف الاخر في زون 3، اشنو اللي غادي ناخذ، اشنو هي المجال اللي ناخذ؟ كما سبق وتكلمت لبعض الاخوان انك كتاخذ المنطقه اللي كتنتشر فيها وكينتشر فيها المجال ديالك اكثر. هذا الا كانت عندك خريطه، بينما الا كان عندك خرائط متقطعه راه كل وحده كتعمل لها يعني لي كوردوني ديالها بحدها على حسب الموقع ديالها. الحل الثاني هو النوع الثاني من الاسقاطات، واللي هو البروجيكسيون يونيفرسال ترانسفيرس دي ميركاتور. لاحظوا معايا انه سميتو ترانسفيرس بمعنى ما كياخذش سميتو ما كياخذ الاسقاط ماشي المخروطي، بل كياخذ الاسقاط افقي. ذكر بهذا الشكل هذا، وهو هذا الاسقاط هذا كيحافظ على بالخصوص على الزوايا. علاش قلت الزوايا؟ لانه دوك الخطوط ديال الدرجات اللي كنتكلموا من دوغري 1 دوغري 2 دوغري 3 دوغري 4 دوغري، هذوك راه كنطلقوا في الحساب ديالهم من الزوايا. ربما ما حضرتش الطريقه، نشوف الا كاين في السلايد اللي تابعين غيكون مفيد. الا بغاو الاخوان باش نزيدوا نتوسعوا في هذا الامر هذا يمكن يطلبوا ليا فيما بعد ونعملوها. دونك هذا كما قلت كيتبازا على World Geodetic System، يعني النظام الجيوديزي العالمي اللي تكريا سنة 1984. داكور، وهذا هذا الإسقاط ما كان اعتمدوا عليه إلا في الخرائط اللي غادي نستعملوا فيها واحد ليشيل كيساوي او كيتجاوز واحد على 200,000. علاش؟ لانه كما قلت كيخلق بعض الى بغيت تقول اخطاء اللي هي غير ليست لها قيمه في المجال ديال المساحات والمسافات، بينما كل ما نقصنا تحت هذا الشكل هذا الا وكتزيد الاخطاء، وبالتالي كنحاولوا نتفاداوه. عموما هذا النوع ديال الاسقاط كذلك قسم المغرب لثلاثه ديال المناطق ماشي لاربعه، وحتى هو الهدف هو التقليل من التشوهات. ولكن هذه التقسيمات ماشي تقسيمات افقيه، بل هي تقسيمات عموديه كما كيظهر لنا في الشكل. كاين هاد الجسم الاول اللي هو لو فيسو 28، والثاني هو لو فيسو 29،
والثالث هو لوفي 130. دونك انت كتختار فين المنطقه اللي كتشتغل عليها، فين كتوجد، ونفس الحلول بالنسبه للامور اللي تكلمنا عليها في الاسقاط الاخر اللي كان قبل. يعني الا كانت المنطقه ديالك كتوجد ما بين جوج ديال لي فيسو، كتختار انت الفيسو الاكثر امتداد. لا نوسيون الرابعه هو انه عفوا لا نوسيون المواليه، ما عقلتش شحال من نوسيون تكلمت. لا نوسيون ما قبل او الاخيره هي لا نوسيون ديال الانتيغراسيون ديال لي دوني من جميع المصادر، يعني في نظم المعلومات الجغرافية، مش بحال الاكسل خاصك المعطيات كلها تكون الفا نيميريك باش تدخلها. النظم المعلومات الجغرافية كيمكن لها تجمع المعطيات من جميع المصادر. وناخذوا من ديبا من اليسار، كاين الصور الجوية، داكور، هاد الصور الجوية يمكن استغلنا عليها يدويا. اليوم عندنا إمكانية أننا ندرجوها في نظام المعلومات الجغرافية بشكل سريع ونأخذ المعطيات ديالها. علاش؟ لأنه مثلا المعطيات اللي متوفرة حاليا تقدر ما تجوش واحد السنوات، في حين أنه عندنا معطيات قديمة وكتوفر فقط في الصور جوية، إذن يمكن لنا نستعملها. كذلك الخرائط القديمة واللي كتظهر لكم كذلك، ولا شحال من اخ يعني كيقول لك هذاك اللي كترام دي باسي، ولكن رام فيهم معطيات اللي هي تاريخيه ويمكن نعتمدوا عليها باش نقدروا المستوى ديال التطور، وبالتالي نشوفوا نقدروا نديروا واحد سيميلاسيون، واحد المحاكاه، يعني 30 سنه 50 سنه، نشوفوا الا مشينا بنفس الوتيره فين غنوصلوا في 50 سنه المقبله. كذلك يمكن لنا نجيبوا معطيات من قواعد المعطيات الخاصة واللي كتوجد، سواء بحال المعطيات اللي كان يمكن ناخذوها من الهوكوميساريو بلون، من المندوبية السامية للتخطيط، أو معطيات نجيبوها من المياه والغابات، معطيات نجيبوها من الإسكان، معطيات نجيبوها من الأرصاد الجوية، وكلها معطيات تقدر تكون غير قواعد بحال الإكسل والأكسس والإكس أم أل ولا شي حاجة بحال هكا. ويمكن لنا كذلك ندرجوها في نظم المعلومات في الانظمه ديال المعلومات الجغرافيه والتطبيقات المستعمله باش نستغلوها. كذلك يمكن نجمعوا خرائط عن طريق المعطيات، عن طريق الدرون، معطيات عن طريق الهواتف الذكيه، وربما الى سمحت لنا الفرصه نشوفوا واحد الوسيله ديال جميع المعطيات اللي كنستعملوها جد مفيدة، وبالخصوص لي جيوغراف يمكن يجمعوا بها المعطيات. كذلك كنستعملوا النظام العالمي لتحديد المواقع جي بي اس، وكنستعملوا الأقمار الصناعية، وكذلك لي طابلات ديجيتاليزي. كل هذه العناصر يعني كيمكن او كتسمح نظم المعلومات الجغرافية، على عكس الأنظمة الأخرى وعلى عكس التطبيقات الأخرى اللي كيمكن لها التعامل غير مع نوع من هاد الأنواع. إذن فهذا كله يحفزنا على أننا نستعمل نظم المعلومات الجغرافية. هذا نوع كذلك من الخرائط اللي يمكن ندرجوها. نظم المعلومات الجغرافية كذلك كيمكن لها، أو التطبيقات ديال نظم المعلومات الجغرافية كيمكن لها تسمح لنا باش أولا نبنيو أن موديل، يعني نبنيو واحد النموذج خاص بنا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هاد لي موديل هادو يمكن يكونوا فقط من ضمن العمليات اللي كنستعملوا دائما، ونصيبوا لها نماذج واش نبقاو ما نكرروش هاد العمليات هادو. اوكي، الا كنا كنشتغلوا بواحد لوبيراسيون وحنا واحد الفريق كبير كيشتغل على المغرب، ما يمكنش كل واحد يبقى يدير هادوك لي زوبيراسيون، كنصيبوا لها واحد نموذج وكنفرقوا هذاك النموذج مع بعضياتنا، وكيبقى فقط غير اون فوا كتيكزيكيتيه كيدوز في هذوك العمليات كاملين. بحال دابا هنا هما المدخلات مثلا هما اللي بالزرق، وهادو لي زوبيراسيون كيعطيونا النتائج، ومن اللي ملي كتكليكي انت على ليكزيكيسيون، واحد لوتي ديال ليكزيكيسيون كتعطيه فقط غير المدخلات هاد جوج العناصر، وهو كيطبق كاع هاد العمليات ويعطيك النتيجه، عوض ما تبقى دير عمليه بعمليه. طيب نشوفوا الان الانترفاس ديال الكيجيس، كيفاش كيتبريزونتا او كيفاش كيتقدم هذا التطبيق ديال
الكيجيس بحاله بحال النوافذ الاخرى اللي تكلمنا عليها. الكيجيس الانترفاس ديالو هو هذا، لاحظوا معايا انه عندنا هنا لابار دو موني، من الاحسن نمشيو له حي، من الاحسن نمشيو للبرنامج حي. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، كيبان لكم الان البرنامج ياك؟ واضح واضح السيد سيدي. نعم نعم، دونك هذا هو البرنامج ديالنا. يعني الا بغينا ندخلوا ليه راه فقط كنكليكيو على سميتو، سمحوا لي على البرنامج بهذا الشكل، وبالتالي ننتظر و يعني نحصل على هذه النافذة للإشارة. فالبرنامج هو متاح، يمكن لأي واحد يكتب كيجيس تيليشارجي كيجيس ولا شي حاجة من هذا القبيل، كيدخل له الموقع الرسمي، وبالتالي يمكن لك تانستاليه. ما تنساوش على أنه خاصكم تأكدوا اش من النظام عندكم في الحاسوب ديالكم، كل اللي عنده نظام 32 وكل اللي عنده نظام 64، دونك كل واحد يختار النظام اللي كيوافق الحاسوب ديالو. داكور، هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية هو أنه في هذا اللوجيسيال شهريا، أنتم لاحظتوا عندي هنا هيا لتحت مكتوبة هنا une nouvelle version de QGIS est disponible، بمعنى ملي كتزاد واحد لا فيرسيون جديدة كيصيفطوا لك هذا الميساج. هذا أشنا هي هاد لا فيرسيون جديدة؟ تقريبا كدير شهريا إلا ما خطأتش، شهريا كاين فيرسيون جديدة، وهما راه هاد هادو النيميرو ديال الفيرسيون 3225. في الاول كان 322، دابا ولا 3225، يمكن تولي 3226، يمكن تولي من بعد تولي 330 وغاديه. ان فوا كتزاد شي حاجه يعني كيعطيوك كيقول لك راه كاينه واحد لا نوفيل فيرسيون. هاد لا نوفيل فيرسيون كيوليو يزودوها بواحد الادوات جديده وبرامج ومناهج ولا نماذج عفوا جديدة، ولكن كتبقى دائما نسخة تجريبية. يعني كيقول لك فوالا ها هي لا فيرسيون اللي هي ستابل ثابتة، وها هي لا فيرسيون جديدة. دونك انت مزيان تاخذ لا فيرسيون ستابل، الا اذا كانوا هذوك لي زوتي اللي تزادوا جداد عندهم واحد الفائدة كبيرة بالنسبة لك، عادي يمكن لك تانستالي لا فيرسيون جديدة حتى تولي هذيك لا فيرسيون جديدة ستابل، عادي يمكن لك تانستاليها. دونك هذه الانترفاس هنا، الا فتحتي الا فايت فتحتي شي بروجي راه كيبان لك هنا، فهمتي، كتدخل له مباشرة بواحد الشكل سهل جدا. عموما كما قلت هذه هي النافذة، الا بغيتي مشروع جديد راه كتكليكي في هاد لاباج نوفال بروجي نوفو بروجي باردون، دونك كتدخل لهاد النافذة. هاد النافذة كما قلت كتكون من ليموني، وهاد ليموني هادو كيتزادوا، يعني كل ما فتحتي واحد لوتي الا وكتزاد هنا في هاد ليموني. هادو لابار دو تي، وهذه ثابته يعني عند الجميع. ملي كتبغيو داك لا فينيتر ديال بحال ارك كاتالوج باردون ارك تول بوكس، يعني الا بغيت تقول صندوق الادوات، هنا راه عندك هاد لوتي هو اللي كاين، كيخرج صندوق ديال الادوات بحالو بحال الاركجيس، هما الادوات موجودين هنا. اوكي، نعم بغيتي صافي كتسدو، يمكن ما انت باش يخليك لي سبوس باش تشتغل. حتى الكيجيس او الاركجيس الكيجيس عفوا حتى الكيجيس حتى هو كيمكن نعملو لي بار فلوتونت. هاد لي بار هادو ديال لا تيليديتكسيون، يعني حتى هو كيمكن لينا نعملو به لا تيليديتكسيون، ما كنديرش به غير لا كارتوغرافي اسيستي بار اورديناتور، ولكن كنديرو به حتى سميتها لا تيليديتكسيون استشعار من بعد. هاد لي فينتر هاد لي بار اللي كيكونوا لاترال، يعني كيمكن لينا نجيبوهم نوريكم من بعد. دونك كاين هاد اللي سميتهم اللي هما لي بار فلوتونت، يمكن لينا نردوهم فيكس، دابا كيتسموا فيكس ان فوا كي يعني يدمجوا مع النافذه كيوليو فيكس. اوكي،
بيان دونك الا بغيت نجيب واحد لابار يسيفي باش نكليكي بحال الاخر بحال يعني لوجيسيال كاملين كتكليكي تما وتختار شنو هي لابار اللي كتهمك فقط كيخصكم تعقلوا على لي بار شنو سميتو اهم هاد لي بانو كاين لي بانو كاين لي بار هادو كيتسموا لي بار وهادو كيتسموا لي بانو داكور دونك الا بغينا داك سميتو لا طابل دو ماتيير سميتها بانو دو كوش داكور ها هي بانو دو كوش وعندنا واحد البانو حتى هو مهم هذه مهمه كما قلنا والبانو الثاني سميتو البانو اكسبلوراتور ها هو جا حتى هو دونك ها هي البانو كوش والبانو اكسبلوراتور يمكن لكم يعني تحددوا المساحه ديال كل واحد على حساب الرغبه ديالك وعلى حساب شنو اللي بغيتي توصل له هذا البانو اكسبلوراتور هو شبيه بالارك كاتالوج في الاركجيس يعني منه يمكن لك تدخل لورديناتور ديالك بحال دابا انا غادي ندخل داي وفي داي ندخل لي طرافو دو بوبليكاسيون في طرافو دو بوبليكاسيون غادي ندخل الدوكيمون فينال فهمتي بغيت ندخل لهاد الدوكيمون النهائي دوكيمون شامله يعني فيما بغيت ندخل هو اركجيس دوك بوليكوب اكزيرسيس ديال كيجيس فهمتي هي تمنع يعني لاكسي هذه كتسهل لك لاكسي المعطيات اللي عندك في الاورديناتور ديالك اكثر من هذا كتسهل لك انك تدخل لدوك لي بلاتفورم اللي هما سو فورم دو كارت يعني جاهزين ولا صور ديال الاقمار الصناعي جاهزين بحال جوجل ساتيليت هو اون فوا كندخل جوجل ساتيليت هو كيجي داكور يمكن لي نزومي على المنطقه ديالي الى نوصل لواحد الدرجه ديال الدقه اللي هي جيده يمكن لي نعتمد يمكن هنا كاع نقدر نحسب هذا الباركينغ شحال يمكن يهز من سياره دونك هادو يعني جيد هذا العمل هذا بدون ما نعاود عاد نمشي لجوجل ايرث وناخذ صوره ونجيبها لهنا وندير لها الجي ريفيرونسمون عاد تفقين دونك هذا راه كيسمح لك باش تاخذ الصوره ويمكن هذه الصوره كتجدد مع لي فيرسيون جدادين وبالتالي فغتكون كتشوف احدث الصور اللي عندك وهنايا انا باش كنتاكد من انها واش صوره حديثه او لا قديمه كنمشي للبنايات الجديده مثلا هذه راها عماره في طور البناء تقريبا راها يعني يلاه كانت بدات وها هي الان موجوده على النوره في طور البناء يمكن كاع اكثر من هذا الشيء هذا نمشيو للبرج ديال محمد السادس ونشوفوه وغادي نلقاوه انه موجود ها هو لاحظوا ها هو الخيل ديالو اوكي دونك راه تقريبا واحد شهرين ما كاملاش ديال هاد الصوره هذه ويعني شيء مهم بالنسبه لينا الا كانت غير شهرين يمكن كذلك نجيب جوجل مابس هو الا بغيت نعرف غير الاسماء ديال الازقه والشوارع والمقاهي وفين موجوده وما الى ذلك اوكي دونك هي موجوده يمكن ليا مثلا بغيت نشوف هذه المعطيات مع جوجل مابس راه نكليك على جوجل مابس ونمشي للبروبريتي دونك راه بحال سميتو بحال ركجيس ولا نكليك عليه دو فوا كتخرج ليا بروبريتي نمشي لترانسبارونس ونقص شويه من لا ترانسبارونس ونعمل له ابليكي اوكي فكيبقى يبان ليا المعطيات ديال جوجل ايرث مع المعطيات اللي كاينه في جوجل مابس يمكن لي نقص ونزيد على حساب الرغبه ديالي ما نساوش على انه راه كاين جوجل وكاين جوجل هيبريد جوجل هيبريد هو يعني ليماج ديال جوجل ومخلطه مع جوجل مابس بمعنى فيها التسميات والازقه والشوارع والمواقع والجهازات الموجوده إذن فإلا كانت بغيتي انت غير ليماج راك تاخذ جوجل ات بغيتي جوجل هيبريد راك تاخذ جوجل هيبريد بيان دونك هذا كما قلت هنا سميتها هذه لو بانو هادو سميتهم لي بانو
وهادو سميتهم لي زوتي. داكور، هاد لي زوتي تقدر تكون ما عندكش هاد لوتي هذا، ما يكونش موجود، وبالتالي ف تكون غير عارف سميتو. داكور، دونك الا كان ما عندكش خاصك تمشي لهنا لابار وتقلب، هو ستين بار دو تي ماشي ان بانو، وتجيبو سميتو جيستيون دو كوش، هو مهم. دونك انا كنوريكم دابا غير لي زيكستونسيون ولا لي زوتي لي بار دو تي ولي بانو اللي هما مهمين. ما تبقى راك يمكن لك تعرف تدخل لهم وتجبدهم وتشوف كل واحد لاش كيصلح من بعد ان شاء الله. راه ملي نحتاج واحد البانو ولا ملي نحتاج واحد لابار دو تي راه نستعملوها. داكور، كاين عندنا لابار داكرو شارج، هي الا بغينا عندنا واحد البوليغون وحده واحد البوليغون اخر، وبغينا نضمنوا على انه ما يبقاش بيناتهم واحد الفارغ او ما يوقعش واحد سيبر بوزيشن اللي لما نكون كرسم، راه كنستعمل هذا لابار اكروشاج. كاين اد، كاين اتريبي، كاين بار دو تي انوتاسيون، باز دوني، ايتيكات. الا بغيتي لابار ديال لي ايتيكات لي اكستنسيون، هذه جيستيون دو كوش كما قلت هي المهمه، هي هذه. داكور بيان. إذن فهذا هو الأمر اللي نبغي نشير لها. بغيت واحد الإكستنسيون سمعت عليها وبغيتها، أنا كنمشي نأنستاليها هي، أنا كتلقاو إكستنسيون كتمشي وأنستالي إجالي الإكستنسيون. دونك راه يقدر يكون اللوجيسيال فيه ديز إكستنسيون، ولكن هذيك الإكستنسيون راه غير ما ظهرتش هنا وما أنستاليهاش باش يبقى البرنامج خفيف في الاشتغال ديالو. إذن أنا باش نانستالي ديك الاكستنسيون نجي لهنا وغادي نكتب أول كلمات ديالها. مثلا عندي واحد الاكستنسيون ديال جيو ريفرنسمون، داكور، نشوفها واش كاينه فين تكون. دونك شوف الباحث لما كيبغي يتعامل مع واحد لوجيسيال واحد التطبيق، راه بحال كتخاطب انت ولا عرفتي كيفاش تسولو ويجاوبك، راه يعني كتواصل معاه بواحد الشكل جيد. بينما الا ما عرفتيش تتواصل معاه يعني راه ما يعطيكش النتائج اللي بغيتي. اهم شيء في التواصل مع التطبيقات المعلومات هي كلها كنستعملوا لا سيميولوجي، داكور، وعلم الرموز او العلامات. دونك حنا هنا الا بغينا نفتحوا الراستر شنو الوسيله اللي غادي نستعملو؟ بغيت نسمع شي جواب الله يرحمك. شنو الوسيله اللي كتبان لكم هنا تفتح راستر وعلاش؟ شوفوا غير حد هنا، شوفوا غير حد هنا لهاد الجهه، عطيني الاداه اللي غيمكن نفتحوا بها الراستر. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ، تحيه وبداية السمح قبل قليل مرحبا، ما كاينش لي انني باش نعرف براسي. قبل ذلك كنا من جبل السعوديه الاستاذ، تفضل معك الطالب المفضل هاني. مرحبا. طالب هيستيك للدكتوراه السنه الرابعه. مرحبا. مختبر مجال التاريخ الدينامية التنميه المستدامه جامعه سيدي محمد الاكلا. مرحبا. كليه السايس. مرحبا. بالعوده للسؤال ديالك استاذ، باش نستخرجوا بعدا، شخصيا انا اول مره كنتعامل مع هذا البرنامج، هذا لم يسبق لي سابقا ان تعاملت مع هذا البرنامج، كنشتغل باركجيس فقط، لذلك يعني لدي واحد الرغبه باش انني نتعلم هذا البرنامج، لا سيما انه يعني برنامج مفتوح ونستفد من الخدمات ديالو ونتمكن في نهايه المطاف من التعامل الى حد ما بالاساسيات ديال هاد البرنامج. بالنسبه باش نستخرجوا على ما اعتقد يعني كما قلتي باش نتعامل مع هاد، غير باش نفتحوا، غير باش نفتحوا، لا باش نفتحوا، اعتقد انا نمشيو عند راستر كاينه فوق لابارد من الفوق، واحد راستر كليكو تما ونمشيو نشوفوا. مازال ما عرفتش بالضبط ولكن تما تماما تماما. دابا انت استعملتي لا سيميولوجي واستعملتي عاوتاني لو لونغاج،
اي نعاوتاني نقلبو بروجي ايدي تي في كوش سميتو اكستنسيون يمكن فيكتور ولكن ملي كتلقى راستر كتعرف بانك راك الجيرفرنس مرا كدار غير الراستر دونك راه تكون غير هنا راستر تبارك الله عليك الجيرفرنس على المعتقده اي والمساله الثانيه هي لوتي اللي غلقوها هنايا لاحظوا معايا على انه هنا الرمز ديال لي راستر كيفاش عامل شنو هذا الرمز هذا بحال الضمان بيكسل لي بيكسل فوالا لي بيكسل دونك هنا نقلبوها هي هي كاينه لي بيكسل وحده بلس بمعنى اجوتي باش تزيد واحد الراستر خصك تمشي لهاد هو بيكسل وحدها اجوتي هذه باش كترمز فيكتور باش عرفتيها الاستاذه لين عليني وشنو اخر كيدير كلينود تاعك لي بوين وشنو اخر لينو وشنو اخر اكثر من هذا كاتبين في بهذاك الراس بدك سميتو مكتوبه في بمعنى فيكتور وفي نفس الوقت راه بالخط وفي نفس الوقت لي بوين دونك كيخاطبك يعني بواحد الشكل كبير ثلاثه ديال العناصر ديال الخطاب اللي هو سيميولوجي باش تعرف سميتو دونك راه اون فوا ملي غتمشي للمقص راه كتعرف كوبي ملي تمشي الورقه مضوبله بمعنى راه تعرف كوبيي داكور ملي كتمشي للفي بمعنى اخر ملي تبغي تفتح لو فيكتور خصك تمشي للفي ماشي بحال لاركجيس داكور هذا ملي كتبغي تفتح الفيكتور كتفتحو بفي ملي كتبغي تفتح الراستر خصك تمشي لهذا ولكن عموما واخا تمشي لهذا كيعطيك امكانيه ديال انك تبدل داكور يعني واخا تمشي لاي واحد فيهم عندك امكانيه تبدل غير ملي تبغي تفتح الفيكتور خصك تكون كوشي على الفيكتور ملي تبغي تفتح الراستر خصك تفتح الراستر لاحظوا لي موني هنايا راه كتختلف داكور اون فوا كنكليكي على شي وحده كتختلف اوكي دونك ها انتم عرفتوا الان باش تفتح فيكتور خصك تمشي للفي وباش تفتح راستر خصك تمشي للراستر اوكي بيان باش تاخذ وحده من هادو راه تكليكي عليها مباشره بدون ما بغيتي تحيد هذه ما تبقاش تبان راه كديرها سوبريمي داكور فهمتي سوبريمي ماشي معناه يعني تزولها راه غير كتسد اوكي سوبريمي دونك انا سوبريميتهم كاملين رانا نرجعوا شنو الاسباب اللي دفعتنا باش نختاروا الكيجيس علاش الكيجيس وماشي مثلا لاركجيس يمكن واحد العنصر جاوبتوا عليه نتوما هو انه هذا اللوجيسيال هذا هو اوبن سورس وبالتالي فباش نخليو السبيل ديالنا والمشاكل اللي يمكن توقع وباش نحافظوا على الاخلاقيات كذلك يمكن لينا نستعملوا هذا لوتي هذا مادام انه كيتيح لنا الامكانيات اللي كيتيح لنا برنامج اخر مدفوع الثمن داكور دونك علاش حنا راه هذا البرنامج هذا كتستعملوا جامعات امريكيه وجامعات اوروبيه وما الى ذلك دونك ما غيكونوش هاد الناس هادو يعني حماق ديالنا يستعملوا هذه الاداه مع العلم انهم هما دول غنيه وعندهم امكانيات ديال انهم يقتنيوا مثل هذه البرامج المدفوعه الثمن ولكن مع ذلك هما مشاو خذوا هذا البرنامج انا كنعرف واحد العدد ديال الكليات من ضمنهم كليات في الدول الاوروبيه وكما قلت في بلجيكا عندنا اصدقاء الحمد لله كيتعاملوا بهذا اللوجيسيال هذا اذا فراه اللوجيسيال بحاله بحال الاخرين كاع ما يقول لنا شي واحد او يقنعنا شي واحد على انه هذا راه ناقص ولا راه غير شي نهار يوقع لنا شي حاجه لانه بعض الادارات كيقول لك لا وهذا الاوبن سورس يمكن واحد النهار يقولوا لنا غنردوه مدفوع الثمن الا قال لك هذا مدفوع الثمن راه بحاله بحال لاركجيس داكور اون بليس عندنا امكانيه ديال لا كونفرسيون ديال المعطيات بشكل سريع يمكن لك انت خدام بالاش تي بي الاس اش بي يعني شيب فايل غدا ترجع طاب وتبدا تخدم به في المابانفو ومن بعده تستعمل كاي ام زد وتولي تخدم به في جوجل ايرث
ومن بعد ترجعوا عاوتاني لمجاو تولي خدام به في الارداس. دونك ما كاينش مشكل في هذا الامر ديال لا كونفرسيون، غير فقط احيانا كيكون بعض الاخوان ما عندهمش انفورماسيون او معلومات كافيه على هذه المعطيات هذه، وبالتالي فديك الامكانيه ديال المغامره كتكون غير متوفره. المساله الثانيه او المساله الثالثه باش ندافعوا على الاختيار ماشي على اللوجيسيال، لانه ما كندافعوش، كندافعوا حنا على لي برينسيپ ديال انه خصني نخدم بواحد الحاجه اللي هي ليغال. الدافع الثالث كما قلت هو انه هاد اللي سميتو راه ملتي بلاتفورم. شنو ملتي بلاتفورم؟ يعني عنده اللي عنده لينكس كيقدر يتانستال في لينكس، اللي عنده الاندرويد كيتانستال في الاندرويد، اللي عنده البي سي كيتانستال في البي سي، اللي عنده سمارت فون كيمكن يانستالي واحد الابليكاسيون حتى هي كتشتغل في السمارت فون، يعني في الهواتف الذكي. وبالتالي هذا شيء يعني ما كيتوفرش في لي لوجيسيان الاخرين. المسألة الثالثة هو أن هذا اللوجيسيال هذا هو يعني في واحد التطور دائم، ماشي بحال اللوجيسيال الأخرين اللي كيتسنى واحد العام أو عامين عاد كتخرج إن فيرسيون جديدة. هذا كل شهر عنده فيرسيون، وبالتالي ف يعني يمكن احيانا غير دير واحد لا دوموند ديال انه راه باغي واحد لوتي كدير وكدير وكدير وتسنى، تقدر تجي يعني الطلب ديالك يجي مناسب انه شي واحد من شي دوله كيبروغرامي هذاك الشيء اللي بغيتي انت ويعملو كوم اوتي ويضاف ديك الكيجيس. بل اكثر من هذا، انت الا كانت عندك الا كان عندك تكوين في المجال ديال البرمجه وانفتحتي مزيان على هاد سميتو، تقدر تدرج شي برنامج او شي اداه ولا شي نموذج ديالك خاص وتسميه بسميه ديالك وتطلب بالادماج ديالو ويدمجه في هاد اللوجيسيال. اكثر من هذا يعني يمكن لك البرنامج ديالك تردو في رمشه عين انه بالفرنسيه ولا بالانجليزيه عبر هاد الوسيله هذه. سمعني لا بقيت عاقل هنا تراديكسيون ديال الانترفاس هاهي، وهنا فعود الفرنسي تردو بالانجليش. مثلا ناخذو شي انجليش، ناخذو انجليش ورا ذكر نديرلو اوكي. سمح لي واش ياك ما خصني نرديماري هنا لا تراديكسيون ديال الانترفاس، عفوا هنا فين خصني نبدل. ناخذ مثلا الاسبانيا ذكر ندير له اوكي. إذن فها يمكننا كما قلت نديرها هي ولات الآن بإسبانيا لمني ديال سميتو هي كونفيغوراسيون كابا بير إديتار بروجيكتو. بروجيكتو هي بروجي راستر ويب مالا تفهمنا. دونك هادو كلهم كومبليمنتو هي لي زيكستونسيون كونفيغوراسيون بيرسوناليزاسيون ديال الانترفاس اوبسيون وما إلى ذلك. دونك هاد الأمر هذا يعني بسيط، يمكن لك تديرو بالعربية، ولكن العربية هي غير كاملة، يعني ما كاملش كله مترجم باللغة العربية. يمكن لكم تجربوه إلا بغى شي واحد فيكم يجربوه في المستقبل. أسيبتار هي أكسبتي ونعودو نسبته ونعودو رديماريو. إذن فكل واحد إلا بغى، إلا كان شي واحد اللي عنده لا فورماسيون ديالو بالإنجليزية أو بغى يبقى دائما يعني يستغل باللغة الإنجليزية باش
يعني يتصادفت معها يمكن له يعملها وبالتالي واللي عنده الانترفاس بالإنجليزية. بيان، إذن هادو بعض الأمور اللي يعني كتخلينا دائما نستعملو اللوجيسيال ديال هاد الكيجيس هذا. كما قلت إلا بغينا نانستاليوه كيمكن لينا نانستاليوه بواحد الشكل سريع، كيجيس بود كيعطينا السيت ديالو، بالتالي هنا كنختارو واش نانستاليو الفيرسيون الجديدة اولا نمشيو نانستاليو دوتر فيرسيون اللي هما ستابل. داكور، يمكن لك تدخل هنا كاين واحد التي كتقول لنا ندخلو لي فيرسيون كاملين، ها هي تولي تيليشارجمون. لا اخطات كما قلت لكم قبيله، الا بغيتي لينكس زابليكاسيون سور التابلت alors فين كاينه لي زوتر اكست هي تولي فيرسيون pardon. هنايا كتدخل لي فيرسيون كاملين الموجودين، يعني الا عندك شي مشكل بغيتي الفيرسيون القدامين ولا شي معطيات ما واش تفتح لك، يمكن لك ترجع الفيرسيون القديمه وعاد تجيبها وتفتحها عاوتاني في الفيرسيون الجديده اللي كاينه الان. فحنا تروا داكور، وانت غادي تشوف شحال كاين من فيرسيون يمكن لك تنستاليها. داكور، وعاد لي زيكستونسيون يمكن لك تبحث عليهم كذلك، و يعني بواحد الشكل لانستالاسيون ديالو كتم بواحد الشكل سريع، ويمكن لك تيليشارجي وتخليه عندك باش ما تبقاش كل مره يعني تقلب عليه او تصيفطو لشي واحد ولا شحال من هذا القبيل، ولا مثلا كتمشي لديلوجي دي بيسي اللي ربما نون كونيكتي، بالتالي كتهز اللوجيسيال ديالك وتنستاليه، فالانستالاسيون ولا الديماراج ديالو سريع. دونك الامر الاخير هو انه الا كنتي تخدم على المغرب يمكن لك تجي غير لهنا، شتو هنا في لي كوردوني وتكتب كتب وورد العالم بكر، ينفو كتبت خريطة العالم كيخرج لي العالم، ونتابعو دائما في الخرائط اللي مصيبة في جهات أخرى، نتابعو لأنه راه يمكن يقسمو لنا أو يرسمو لنا البلاد ديالنا بواحد الشكل اللي هو غير مقبول. دونك كنجيو حنا كناخدو الخريطة، يعني أنا سيليكسيونيت الجزء الأول وبركت على كنترول شيفت في الكلافي بقيت بارك عليهم، وسيليكسيونيت الثاني وغنجي لهنا داكور، ونعمل نعمل اكسبورتي داكور، سوفغاردي لي زونتيتي سو اوكي. ها هي هنا خص تكون عندك شي فايل، وهنا تمشي للمكان فين بغيتي تحفظ المعطيات ديالك. مثلا انا مشيت للبيرو، سمحوا لي ندير نوفو دوسيي ونسمي هذه ماروك، نعمل لها هنا الاو بي اس جي يعني دبل في جي اس 84، عقلوا على 43 26 داكور. سي اس سي ار هي لو سيستيم دو كوردوني دو ريفيرونس، الا بغيت نغيرو راه نكليكي على الكره الارضيه ونغير اللي بغيت داكور. ولكن الان حنا مادام كنتكلموا على المغرب كامل ما غاديش نقدروا نستعملوا مرشيش نور ماروك، ما نستعملوش داك الاي تي ام، غادي نستعملوا دوبل في جي اس 84 يعني الاسقاط عالمي، ونعملوا اوكي. باردون ارتكبت واحد الخطا داكور، شنو هو هذا الخطا؟ هذا هو لما سيليكسيونيت هادو وكليكيت هنا ودرت اكسبورتي سوفغاردي اكسبورتي
شوفغاردي، وهنايا كما قلت اخترت ماروك درت لو انجيستري، وهنا غيرت سميتو خليت كل شيء، ما درتش هنا نونجيستري كو لي زونتيتي سيليكسيوني كي خصني نكوشي هادي اوكي باش يسجل لي غير هاد اللي هما سيليكسيوني اوكي. دونك الامر الاول هو لو نوم وفين غاد لو شومان فين غيتسجل. الامر الثاني هو لو سيستيم دو كوردوني. الامر الثالث هو لونكوداج. ما تنساوش على ان هاد لونكوداج مهم بالخصوص لما كتكونوا تبغيو تشتغلوا بالعربيه ضروري خص يكون عندكم اي تي اف 8 داكور، ماشي اي تي اف، يكون عندكم اي تي اف 8 اوكي. والامر الرابع هو انكم ديروا نونجستري كو لي زونتيتي سيليكسيوني. الا كنتي انت كتقصد هذا الامر هذا عدي له اوكي، قال لك اكرازيها تقول له وي، قال لك اي شوي علاش حيت هي لا طابل مفتوحه هذه اللي بغيت ندير لها ليكرازمون خاصها تكون مسدوده اوكي. دابا عاد يمكن لي نعمل هذيك العمليه ديال اكرازي. دونك ندير لها اكسبورتي سوف غاردي، وغادي نجي لهنا وغادي نختار ماروك ونعمل لون انجستري تاف هادي انجستري ك فوالا. دابا هو اكسبورتا. دونك نحيد لا كارت دي موند سوبريمي اوكي، غيبقى عندي المغرب ولكن مقسم لدو زونتيتي. دونك خصني نحرر الصحراء، اذا غادي نسيليكسيونيهم بجوج، ولكن واخا نبغي ندير عليهم دابا شي عمليه مع انا ماشي اون مود إيديسيون بحال لاركجيس، خصك تكون اون مود إيديسيون عاد يعني يمكن يستجب لك لدوك العمليات. إذن باش تكون اون مود إيديسيون خصك تشغل هذا القلم ها هو، أو تجي هنا وتشغل القلم أوكي، يعني وحدة فيهم. دونك أنا شغلت القلم ها هو القلم شغل. إذن لما شغلت القلم كيشتغلوا هاد الأدوات هادو هما اللي هما أونغري بمعنى ديزاكتيفي. إن فوا تأكتيفي مود ايديسيون عاد كيتاكتيفاو هما. غادي نقلب هنا غنلقى جوج ديال لي بوغول دو بوليغون مخيطين. دونك هاد التخيطه هي اللي باغي انا نكليك عليها ونقول له خيط، فكيخيط وبالتالي كيولي عندي الحدود ديال المغرب بشكل جيد. يمكن لي الا بغيت نغير فيها شويه نكليك شويه بروبريتي، ولاحظوا معايا راه بحال اسمتو بحال لاركجيس. هيا كنجي لسيمبولوجي شتو، ونجي لهنا لو رومبليساج، وهنا كاين كونتيني نقول له با دو رومبليساج. تا هو لاحظوا معايا الفيزيونيز هنايا كتعطيني مثال لهداك الشيء اللي كنطلب. نقول له هنايا لاحظوا معايا هنا لو تري لا كولور دي تري نبدلها الاحمر ونعمل له اوكي، نزيد في لاطاي ديالو. ولاحظوا معايا اش كيوقع هنا. دونك نديرو ابليكي اوكي، فكيعطيني خريطه المغرب. الى جبت جوجل ساتيليت وهبطو لتحت هنا فكيعطيني الحدود ديال المغرب داكور. دونك هادي بعض العمليات اللي يمكن احنا دابا بدينا كنتمرنوا شويه على الكيجيس داكور. يمكن لك تجيب جوجل ايرث وتجيب الحدود ديال العالم وتاخذ منهم الحدود ديال المغرب، وتقدر تجيب جوجل مابس وتهبط لجوجل مابس لتحت، وبالتالي انت عندك الحدود ديال المنطقه ديالك. كل كما درنا الحدود ديال المغرب يمكن نجيبو الحدود ديال الجامعات والحدود ديال الجهات وما الى ذلك. هذا غادي يكون ان شاء الله في درس مقبل. لكن عموما سواء كنا كنشتغلوا على الاركجيس او الكيجيس او اي تطبيق اخر، لابد ما كنمروا من المراحل التاليه داكور. دونك مراحل اعداد مشروع على تطبيقات المعلومات الجغرافية.
دوك شنو هي المراحل اللي غادي نمروا منها واللي غنتعلموا وندربوا عليها ان شاء الله؟ اول مرحله هي جي ريفيرونسمون، تثبيت خريطه او ادراج مرجع الخريطه، هو الجي ريفيرونسمون، وكذلك هو لو كالاج. في المطن فوق كنسميوه الكالاج، في الركجيس كنسميوه الجي ريفيرونسمون، وحتى في الكيجيس كنسميوه الجي ريفيرونسمون. من بعد هاد العمليه هذه ضروريه لكل خريطه يعني جديده، بحال دابا هاد الحدود اللي خدينا ديال المغرب هذيك راه الجي ريفيرونسين، دونك يمكن لينا نديروا لها غير لا بروجيكسيون، اعاده الاسقاط. علاش؟ لانه تقدر تكون عندها واحد الاسقاط وحنا ما باغينش هذاك الاسقاط، باغين لا اسقاط اخر، يمكن نغيروا الاسقاط، غنشوفوا الوقت اللي وقتاش كنحتاجوا نغيروا الاسقاط. داكور. المرحله الثانيه هو الرسم، لا ديجيتاليزاسيون، داكور، وكيسميوه كذلك الفيكتوريزاسيون، كيسميوه كذلك لا ميز اجور، كيسميوه كذلك ليديسيون، يعني كل برنامج واش لو كيسميه، ولكن عموما القصد ديالو هو الرسم. اوكي، دونك من بعد لا ديجيتاليزاسيون كندوزو ل لا كرياسيون، اعداد او بناء قاعده المعطيات. كرياسيون دو لا باز دوني. ويمكن لهاد المراحل يقدروا يكونوا في نفس الوقت، وتقدر تكون قبل من الرسم، كاين بدايه الرسم او انشاء طبقه الرسم وبناء قاعده المعطيات، عادي يبدا الرسم. ذكر بمعنى اخر، واخا برفوا كندير هذا الترتيب هذا، ليس بالضروره اتباع هاد سميتو، ميمكنش الرسم عاد نديرو بناء القاعدة المعطيات، يمكن نديروهم اون باراليل. المرحلة الرابعة وهي مرتبطة بالمرحلة الثالثة، ومشي ضرورية تاهي تكون، وهي ربط المعطيات، لا جوانتيرو، ربط المعطيات او العلاقة او وضع علاقة، الربط أو وضع العلاقة بين المعطيات. معنى شنو الفرق ما بين الربط وما بين وضع العلاقة؟ الربط هو يعني كربطوا هاد المعطيات نهائيا، كتولي مربوطه. داكور. بحال الا بغيت تقول كندير واحد الكوبي ديال المعطيات ولصقوها مع ما يقابلها من رسومات وصافي. بمعنى الا رجعنا للقاعده ديال المعطيات الاصليه وغيرنا فيها، ما يتغيرش في الخريطه، بينما وضع العلاقه هي كتبقى علاقه، كيبقى كل معطيات في المكان ديالها، ولكن كاين واحد العلاقه ديال التواصل ما بيناتهم. وكلما غيرنا في هذيك القاعده المعطيات اللي كانت في الاكسل، كلما غيرنا في هذاك الاكسل كيتغير في الخريطه. ذكر. في حين انه الربط، لا، الربط هو كنهزوا المعطيات من الاكسل وكنوضعوها في اللوجيسيال ديالنا في الطبقه المرسومه، وبالتالي واخا نحيدوا داك الاكسل كيبقى المعطيات في اللوجيسيال ديالنا، في البرنامج ديالنا. وهذا هو الفرق بيناتهم. ما عرفتش الا كانت الامر باقي فيه غموض، يمكن نطالبوا باش نزيدوا نشرحوه ان شاء الله. دونك الربط بين المعطيات. ثم المرحله الخامسه هي تحليل او تحليل الموضوعاتي، الاستيماتيك الموضوعاتي، وكاين التحليل المجالي، لانايس سباسيال. كل ما دعت الضروره
يعني تحليل الموضوعات انتم عارفين خرائط الموضوعات هي على حسب داكشي اللي ولينا، وكاين التحليل المجالي لاناليز سباسيال كذلك على حسب طبيعه المعطيات، ثم بعد ذلك اعداد الخرائط للطبع او النشر. ولكن خلال هذه العمليه ديال التحليل الموضوعاتي يمكن نلقاو التسميات او ليزيتيكات، التسميات يا ليزيتيكات حتى هي فيها واحد العدد ديال يعني عدد العمليات اللي خصنا نتدربوا عليهم. اذا حنا عندنا 5-7 ديال المراحل اللي خصنا نتعرفوا عليهم في هذا البرنامج حتى اننا نقولوا على انه راح ناخذ هنا المبادئ الاوليه ديال البرنامج. خلال التطبيق ديال هذه المراحل بسبعه غادي نمر على واحد العدد ديال الادوات، دونك كنشوفوا كيفاش كنجبدوا هذوك الادوات، كيفاش كنساليو منهم، كيفاش كنشغلهم. بحال مثلا واحد الاداه ديال تثبيت الخريطه ديال جي ريفرنسمون، نشوفوا كيفاش نجبدوها، كيفاش نتعاملوا معها، شنو هي التقنيات والليزاستيس اللي يمكن نتدربوا عليها، وعاد نمروا لمرحله اخرى. خلال هذا التدريب غنشتغلوا على واحد المشروع اللي هو يكون من اختياركم. كنبداو حنا في العمليه ديال التطبيق على تمرين خاص، ومن بعد كتعطاكم نتوما الفرصه باش كل واحد يبني المشروع ديالو على حده، باش في الاخير ينتج لنا واحد البوستر داكور، وهذاك لو بوستر يكون فيه اللي يكون كيهدف انه يبين لنا مدى اتقان الباحث والمتدرب، مدى اتقانه الوسيله والتوظيف ديالها. حيت حنا ما باغينش غير الواحد يتقن يعرف يدير الجير في نص مو يعرف يدير نو، خصنا حتى التوظيف ديال هذيك المعطيات اللي كينتج. وبالتالي فهذا هو اللي يكون ليفاليسيون ان شاء الله، باش تحصلوا على الشواهد ديالكم من طرف النادي. اذا الى كنظن بانه هذا هو الامور اللي كنت برمج اننا نشوفوها في هذه الحصه هذه. ما عرفتش شحال عملنا بالوقت، باقي لنا 20 دقيقه تقريبا. غادي نفتحوا المجال الاخوان اللي باقي عنده شي غباش او عنده شي سؤال او عنده شي سميتو الكلمه الاستاذ الهامل. اذا مرحبا من جديد استاذ نعيمي. إذن حقيقة أود في البداية أن أعتذر. إذن قلت حقيقة في البداية أود أن أهنئ الأستاذ الفاضل سي قاسم النعيمي على هذه الورشة التكوينية الغنية صراحة. هي ورشة قدمت من خلالها فرشة نظرية وتطبيقية جد غنية بشكل منهجي وسلس. هي ورشة كذلك فتحت لنا الشهية كباحثين وكأساتذة لمتابعة يعني أو الانفتاح على برنامج جديد، هو برنامج كيوجيس. صراحة هو برنامج واعد ويعني يمكن الاعتماد عليه في إخراج أعمال خرائطية في المستوى العالي. اذا مداخله لا سمحت لي سي الهمل، غير ما عرفتش واش كاين شي اخوان كونيكتين مع الفيسبوك حاليا يمكن ما عرفتش، انا قلت يمكن كاين شي اخ اللي مدير داكشي في الفيسبوك. يمكن انا كنت يمكن كنت فاتح، انا شخصيا كنت فاتح بارتاج. لا ما عرفتش، انا شخصيا كنت فاتح الصفحه كنشوف واش كاين نقل ديال هذا اللقاء على مستوى الصفحه الخاصه بالمركز، ولكن ما لقيتش. دونك ما عليكم السلام. نعم
لا غير انا عندي واحد يمكن عندي شي اخ راه كونيكتي مدير سميتو نشرها في الفيس يمكن ما عليناش ما عليناش حيت حنا ما عندناش مشكل ما عندناش مشكل غير خصنا نعرفوه صافي الا بغى شي اخ يدير سميتو غير يقول لنا صافي شكرا ان شاء الله. إذن شكرا للأخت الفاضلة وشكرا للأستاذ نعيمي على هذا التوجيه. إذن لكي نستمر في فقرات هذا اللقاء العلمي، قلت أن المحاضرة كانت محاضرة أو الورشة كانت ورشة غنية جدا. شكرا لكم سي نعيمي على هذا المجهود الطيب في الحقيقة. إذن في البداية قدم الأستاذ قاسم نعيمي يعني أهداف، قلت أنا ما يعني ما أثارني كذلك وما أعجبني كذلك هو الشكل المنهجي الذي قدمت به هذه الورشة. إذن قدم الأستاذ يعني أهداف الورشة التكوينية في البداية بالتفصيل، وقبل ذلك فتح المجال للمشاركين للتعبير عن انتظاراتهم من هذه الدورة التكوينية، ثم تباعا تعرفنا على المكونات الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية ووظائفها، ثم تقديم مفصل لواجهات البرامج يعني المستعملة في نظم المعلومات الجغرافية التي تتشابه عادة يعني مع اختلاف البرامج والمسميات. تعرفنا كذلك على أنواع المعطيات التي تتضمنها هذه البرامج من معطيات راستر، دوني راستر، دوني فيكتور، دوني ألفا نوميريك. إذن تعرفنا كذلك على الإسقاطات الجغرافية بأنواعها، إسقاط لومبير، إسقاط ميركاتور. ثم بعد ذلك انتقل الأستاذ يعني شرح طريقة تحميل وتثبيت برنامج كيوجيس، وأخيرا تم التعريف بالواجهة الأساسية الخاصة بالبرنامج الذي هو موضوع هذه الورشة التكوينية كيوجيس دائما. إذا مشكور السي نعيمي على هذا المجهود يعني الجميل والطيب. إذن أعتقد نفتح باب المناقشة مع الزملاء والزميلات الذين يتابعون هذه الورشة التكوينية إذا كانت هناك تساؤلات أو إضافات أو تعقيب. ولا أنسى أن أرحب من جديد كذلك بأستاذ عزيز علينا جميعا الأستاذ محمد الغبيسي. إذن المجال مفتوح للإخوة والأخوات، يعني لكم الكلمة، بإمكانكم تفعيل الميكروفون مباشرة للتواصل مع الأستاذ المؤطر. إذا كانت هناك بعض النقط الغامضة أو التي تحتاج تدقيق أو توضيح أكثر فالأستاذ نعيمي رهن الإشارة. السلام عليكم. وعليكم السلام سي هشام أمسال، مرحبا. شكرا جزيلا لك أستاذي سي أحمد العمل، مرحبا، على تقديمك الممتاز لهذه الورشة التي استفدنا منها الشيء الكثير، إضافة إلى تقديم الشكر الجزيل للأستاذ قاسم العيمي على عرضه القيم الذي كان بطبيعة الحال غنيا وممتعا، استفدنا منه الشيء الكثير، خصوصا كما نعرف بأن المجال المعلوماتي وما يسمى بنظم المعلومات الجغرافية فهو مجال شاسع، يعني هناك مجموعة من البرامج برامج متعددة لا يمكن حصرها، وكل برنامج يعني لديه الخصوصيات التي تميز على البرامج الأخرى. هنا فقط أستاذي الفاضل، يعني عندما بدأ أستاذنا الكريم سي قاسم النعيمي في المرحلة التطبيقية للبرنامج فلاحظت يعني بالنسبة للبرنامج الذي قمت أنا بتحميله وتثبيته على الحاسوب، يعني لاحظت غياب مجموعة من الخصائص في هذا البرنامج الذي قمت بتحميله، خصائص يعني عرضها الأستاذ الذي يعني متواجدة في النسخة المحملة من طرف الأستاذ سي قاسم النعيمي، يعني فقط تساؤل يعني هل هذه البرامج أو هذه النسخ من هذا البرنامج كيوجيس؟ أعطني أستاذ شي مثال عفاك باش شي مثال على سبيل المثال
بحال جوجل ساتيليت انا ما طلعتش ليا في البرنامج اللي عندي بالاداء، طلع ليا غير مابس، غير جوجل مابس، يعني بزاف ديال الحوايج ما طلعوش ليا انا يا استاذ. يعني فقط التساؤل ديالي يعني غير واش كاين يعني اختلاف يعني في النسخ ديال هذا البرنامج، يعني كل نسخه كتكون عندها مميزات خاصه بها، ام انه يعني فقط مشكل غير في التثبيت ديالي، يعني منين قمت بالتثبيت ديال هذا البرنامج في الحاسوب ديالي يعني ما دخلوش فيه دوك لي زوتي. بالنسبه للنقطه الثانيه جزاك الله خيرا، يعني انا اشتغلت فقط على برنامج الاركجيس، يعني معظم الخرائط التي قمت بانجازها سواء في سلك الإجازة أو في سلك الماستر يعني اشتغلت فقط ببرنامج الأركجيس. يعني شنو ما هي الخاصية التي تميز هذا البرنامج الكيوجيس على برنامج الأركجيس؟ كما نعرف أن مجموعة من الوظائف التي يقوم بها الأركجيس يعني لاحظتها أيضا متواجدة في هذا البرنامج الكيوجيس، يعني ما هي الخاصية بالضبط الذي تميز هذا البرنامج على البرنامج الأركجيس؟ وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكرك جزيل الشكر أستاذي الكريم سي قاسم النعيمي على مداخلتك الرائعة التي استفدنا منها شيء كثير. الشكر أيضا موصول للأستاذ أحمد العامل على تقديمه الجليل وتقديمه الكبير، جزاكم الله خيرا على تنظيمكم لهذه ورشات أساتذة الكبار، شكرا. مرحبا سي هشام، شكرا كذلك على هذه الأسئلة يعني التي تنم عن اهتمام واضح بنظم المعلومات الجغرافية، والأكيد أن أستاذ نعيمي بخبرته سيقدم توضيحات غنية في هذا الإطار. مرحبا سي نعيمي. فوالا مزيان، أنا اللي عطيتيني الكلمة ديال أنه نتفاعل مع الأخ بواحد السرعة يعني عاشو باش نعم يعني تكون الأمر. طيب الإخوان، معروف على أنه التيجيس دائما كيتم الإغناء ديالو بإبداعات ديال الناس اللي هما متطوعين واللي يعني كيتقنوا هاد العمليات ديال البرمجة. فعلا عرفت بأنه الأخ غادي لاحظ هاد الأمر هذا، ما نساوش على أنه كاين بعض الأمور اللي كان أنصطليوها وأنا غادي نبارطاجي معكم. دونك إذا كان عندك أنت البرنامج ديالك ما فيهش هاد الشيء هذا، يكفي انك تمشي الاكستنسيون انستالي اوكي وغتكتب هنا H C M، داك هاد لوتي هادي غتكرشي، انت تكون عندك ماشي كرشي غتكرشيها وتجي لهنا ودير انستالي. دونك انستال انا حيت عندي مانستاليا دونك ما غاديش ندير هاد العمليه. دونك ملي تعمل هاد المراحل هادو غتخرج لك هاد الاس سي ام هنا اوكي، وغتجي غتلقى كاع العناصر اللي تكلمت عليها موجوده هنايا، يعني جوجل مابس، جوجل ساتيليت، جوجل هيبريد، جوجل تيران، جوجل تيران هيبريد. مثلا نمشيو لجوجل تيران، هي لا توبوغرافي داكور، ها هي. يمكن لينا نمشيو ل سيت بريموا، يمكن لينا كما قلت نمشيو لجوجل ساتيليت، ها هي داكور مشات مباشرة. هذا من جهة، من جهة أخرى يمكن لينا من بعد نصيفط لكم واحد دي ليان وتأنستاليوهم هنا داكور، كتجي هنا بحال دابا مثلا غنمشي لهاد جوجل ساتيليت، تانا ناخذ هذه هاد يعني شنو ناخذها بحال هكا وعاد هاد ليغل هذا، يعني هاد لو ليان اوكي، وغادي نمشي نزيد واحد اخر ذكر كيكون عندي غير لو ليان، ندير نوفيل كونيكسيون اوكي، ما هي كنجي لهنا غنكتب له هذا جوجل اس اوكي،
وندير لهنا في اللي غل هنا وغندير داك اللين اللي خديت داكور هذا الشكل عمل له اوكي. ها هي دات عندي هنا جوجل اسي شتو نحيد هذا الشيء كامل نبطنير. انا حيدتهم نمشي لجوجل اسي نجبدو دونك ربما لليان ما كانش كامل نمشي نعاود هذه العمليه. هذا جوجل ها هو خدام هذا الاصلي ايديتين كونيكس ها هو لليان شتا هو هذا. دونك قلت الا خديت هذا سميتو باش تعرفوا الطريقه كيفاش كيدار هاد اللي هادو غنمشي لهاد جوجل اسي ونعاود انستاليه اوكي. الا خديت دابا هاد جوجل اسي ها هو ولا كيخرج. دونك لاحظوا معايا هنا جوجل اسي انا نحيدو وغنمشي لجوجل ساتيليت حتى هو هو. يمكن نجي عاوتاني لهاد جوجل هيبريد ناخد هاد لوليان هادو دابا حيت انستاليتهم انا غير كندير امثله باش تعرفوا راه يمكن لينا انستاليو اي واحد. ناخذ غير لوليان ديالو نديرو نوفيل كونيكسيون ندير له هاهي باش نعقل عليه هيبريد اسي كل هو هذاك لوليان اللي عندنا ونعمل له اوكي. اوكي الا مشينا لهاد جوجل هيبريد اسي فين هي هيبريد اسي هي شتا دونك هاد هيبريد اسي ان فوا كنكليكي عليه يعطيني خصو يعطيني ليبريد هاهو عطاني هنا داكور يعني ميلونج اللي كنقولو هيبريد يعني اون كارت اللي فيها لي نو وفيها يعني فيها جوجل مابس وفيها الصورة ديال جوجل. دونك هاهي في حين الا خدينا غير جوجل بوحدو ساتيليت ما كتكونش فيه كاع لي نو الاسماء ديال الدول ولا الاسماء ديال المدن ولا الاسماء ديال الازقة والشوارع. اذا هذه هي الطريقه باش كيتانستالاو هنايا في هذه البلاصه هذه باش كيكون عندنا لاكسي سريع اوكي وفصيل ماشي بحال عاد تبقى تمشي تجيب الاس سي ام والدوز باز وهذه داكور. هذا الشيء اللي كنديره غير هنا في الجنب ديتويل هنا في الجنب من بعد ان شاء الله ملي نبداو لا فورماسيون ديالنا نصيفط لكم لي ليان ديال هادو كاملين باش تانستاليوهم عندكم بكل بساطه. بالنسبه للسؤال الثاني هو لا ديفيرونس. شوف انا نقول لك كاع لي لوجيسيال كلهم كيديروا لي ميم طاش غير بحال دابا واحد تطور في هاد الشهر هذا والاخر غيتطور حتى العام الجاي. هذه النظره الاولى. النظره الثانيه هو انه كل لوجيسيال والناس اللي كونسيبتور ديالو عندهم واحد الهدف. بحال دابا مثلا المابانفو حتى هو كيدير نفس العمل اللي كيديروا لاكجيس واللي كيديروا الكيجيس غير فقط المابانفو عنده واحد لا نوسيون ديال انه كل واحد يشري غير هذاك الشيء اللي كيستعمل. بحال دابا واحد كيستعمل غير لا كارت للديسان دونك يشري غير المابانفو العادي كيدير مليون اجل مليون ولا مليون بحال هكا. بينما اللي بغى لي زيكستونسيون الاخرين يشريهم وما يشريش لي زيكستونسيون كاملين يشري غير لي زيكستونسيون اللي كيشتغل بهم هو. كاين واحد ليكستونسيون سميتها فيرتيكال مابر كتانستال معاه كدير هاد لي زاناليز سباسيال وهي غاديه يعني تزيد دي لوجيسيال اخرين. واحد سميتو ماب سكان كيدير لا ديجيتاليزاسيون اوتوماتيك. الاركجيس نو الاركجيس عنده الكونسيبسيون ديالو مبنيه على انه انت كتشري لو باك كامل سواء كتستعمله ولا ما كتستعملوش. انت هو عندك لا فاليز كبيره ولكن كتستعمل منها غير واحد دي زوتي ديال الديسان. كيجي واحد اخر كيستعمل منها لوتي ديال لاني سباسيال كيزان الكيجيس لابور ديالو ولا الا بغيت تقول الميزه ديالو هي انه غراتويت حتى
ثانيا كومبلي، وثالثا انه يعني في ترانسفورماسيون يعني اللي بغيت تقول سريعه ويوميه، يعني التحولات يوميه. ثالثا وانه يمكن لك انت الا كنتي كدير البروغراماسيون بلا ما تاخذ لا اد لا والو، سير صايب لو بروغرام ديالك وصيفط لهاد الجمعيه اللي مدايره هاد اللوجيسيال هذا، وكتولي انسكرا ديك ديك لوتي اللي صنعتي انت واللي درتي لا بروغراماسيون، كتولي بسميتك وحتى انت كتولي مساهم في الانجاز ديال هاد اللوجيسيال هذا هو اللي كاين. اما راه كلهم لا فرق بينهم. دابا بالنسبه لي انا كيعجبني الكيجيس في الديجيتاليزاسيون، وكيعجبني الاركجيس في لا ميزون باج، وكيعجبني فهمتي يعني كلها، وكيعجبني الكيجيس كيعجبني في الجيو ريفيرونسمون، الاركجيس كيعجبني في الاناليز تيماتيك، فهمتي يعني كل ما كل ايطاب فيها واحد لوجيسيال بيرفورمون في واحد الجانب، اذا راه ما كاينش فرق. هذا هو اللي بغيت نقول لكم وشكرا. إذن شكرا الأستاذ قاسم النعيمي على هذه التوضيحات الشافية الكافية ارتباطا بسؤال الباحث سيشم. أهلا وسهلا الأستاذ مسلم المالكي. مرحبا دكتور. مرحبا أستاذ. أنا بغيت أولا نشكر الأستاذ الفاضل قاسم النعيمي الذي لم يبخل علينا منذ سنة 2011. الله حصل المعرفة والمعلومة يعني بشكل تطوعي ومجاني وتضحية بالوقت والتزام. هذا واحد القيمة مضافة كبيرة خصنا نشكروا عليها ونقولوا لي الله يجازيك بخير. والنقطة الثانية هي هذا البرنامج صراحة ديال كوجيس للأستاذ كي يترافع عليه، لأنه سهل ومتاح ومجاني. حتى هذه المسألة ديال الملكية الفكرية ما كيسقطوش فيها الباحثين، لأنه متاح لتحميل وما كاينش مشكل، على خلاف برنامج الآخر اللي هو أرتيس اللي يعني الأغلب الاستعمالات أحيانا كتكون بال يعني بالبيراتاج ديال 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 اللوجيسيال. وربما اذكر في هذا الاطار بان الاستاذ النعيمي ايضا له كتاب حول البرنامج اللي هو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك سو كوجيس فيرسيون 3x 2020، وهو مهم جدا للباحثين ويسهل مختلف الخطوات العمليه. انهم ما عرفتش ربما قد نفذت، انا على حد معلوماتي ان على الاقل الطبعه الاولى قد نفذت، وربما الاستاذ النعيمي يوضح لنا في هذا الشان اكثر. النسخه الورقيه تحدثت عن النسخه الورقيه، وفقط ملاحظه تنظيميه يعني علمت انه تم البث المباشر لاشغال الجلسه. سو أدري أنا لا أعرف من قام هذه العملية، ولكن اللجنة المنظمة هي التي تقوم بهذه العملية في حينه. إذن الرجاء من الإخوة الباحثين الالتزام بهذه المسألة. وعواشر مبروكة، رمضان مبارك سعيد، ومتمنياتنا بالتوفيق والاستفادة الكاملة للجميع. ونشكر الأستاذ الهامل أيضا اللي أحمد الهامل اللي تجند معنا هذا الأسبوع في تسيير مختلف الورشات، الله يجزي علينا حتى هو خير الجزاء. مرحبا دكتور موسى. مرحبا مصر. هذا واجب. عواشر مبروكة صحيحة إن شاء الله والسلامة. إذن نستمر الزملاء الزميلات، دائما الشق المتعلق بمناقشة ما جاء في مداخلة الأستاذ قاسم النعيمي. إذا كانت هناك أسئلة أو تعقيبات أو توضيحات خصوص المحاور الواردة في هذه الورشة التدريبية الأولى، إذن مرحبا بتساؤلاتكم. إذن عادة ما يكون السؤال الأول أقول أنه يتأخر، ولكن بعد ذلك يعني ننتظر تفاعل الزملاء والزميلات. مرحبا بكم.
من أراد التحدث فعليه أن يفعل مباشرة الميكرو. وحبذا وعليكم السلام ورحمة الله سي برادة. حبذا لو الإخوة المتدخلون يعطيونا واحد التعريف مقتضب بهم، الاسم، مختبر الانتساب مثلا، مؤسسة الانتساب وما إلى ذلك، حتى يعني نكون شبكة علائقية جغرافية إن شاء الله على المستوى الوطني. مرحبا سي برادة، لكم الخير. السلام عليكم. إذا كنت قد عرفت نفسي في البداية، ولكن سأعيد، محمد برادة، طالب باحث سلك الدكتورة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة بن طفيل القنيطرة. كنشكر أول الأستاذ على هذه المداخلة القيمة، استفدنا يعني مجموعة ديال الأمور. وأنا في المداخلة حاولت يعني ندير تنزيل ديال التطبيق، غير ما لاحظت هو أنني يعني تبعت الخطوات اللي قال الأستاذ، ولكن فاش كننزل التطبيق يعني هذاك لو ليان كيستغرق واحد الوقت كبير باش يتلاشارجيو، مع العلم أنني عندي لا كونيكسيون مزيانة، ولكن واحد أن سيغتان مومون كيقول لي إيغور غيزو، ما عرفتش انا بالضبط يعني واش هذا مشكل يعني من عند من لو سيت ولا من هذا. ثاني حاجه بغيت زعما نعرف زعما الا كان ممكن زعما ان الاستاذ اللي عنده شي ليان تيليشارجي ديجا بارطاجيه معنا كونسون نتيليشارجيوه مباشره من في لي زورديناتور ديالنا. شكرا. اذا شكرا الاخ محمد برادة. إذا المجال مفتوح للأستاذ النعيمي للإجابة على هذا. مرحبا السؤال. مرحبا الأستاذ، إذا كان بالنسبة للانستالاسيون نقدر نصيفط لهم هذيك اللي متيلي شارجي أنايا عبر سميتو شي ليان في هاد ديال علبة الرسائل. علبة الرسائل ربما. علبة الرسائل في الواتساب، في الواتساب في هاد سميتها الجروب. الجروب ديال كي جي سنصيفط له ليان تما، واللي بغيت يتيليشارجي يتيليشارجي. نعم هذا خيار افضل ان شاء الله. نعم شكرا. السؤال الاخر هو قال لي التطبيق ياك بغيت غير المراحل ديال الانستالاسيون. داكور التثبيت والتنزيل ديال هذا البرنامج غير ان شاء الله مع المراحل اللي غنطبقوا ان شاء الله توضح واحد العدد ديال الامور كما قلت سيرتو في هذيك ليفالياسيون. راه غادي ننشر الاخوان غنشرو شنو هما لي كريتير، لانه ما يمكنش نديرو واحد لي فالياسيون ما عندناش لي كريتير ديالهم. راه غادي نشرو لي كريتير ونتفقوا عليهم ان فوا نعطيو الانطلاقه لي بروجي ديالنا باش يبدا كل واحد يختار لي بروجي. غنشرو هاد الامور هادي ويكون عندنا داكشي تري تري بريسي ان شاء الله. ان شاء الله. اذا اعتقد ان هذه الورشه التكوينيه صراحه في برنامج كيجيس يا يعني واعدة جدا. أنا شخصيا استفدت الكثير في هذه الحصة الأولى. أنا أشتغل عادة بالماب أنفو، ولكن عندما تعرفت على برنامج أركجيس يعني على مستوى لاميزون باج يعني الإخراج النهائي للخريطة يعني كنت مقتنعا لحدود الساعة برنامج الأركجيس، ولكن من خلال متابعتي لهذه الحصة يعني تيقنت أنه لابد من الانفتاح كذلك على برنامج كيجيس، وهذا أمر يشكر عليه السي النعيمي. والأمل معقود كذلك على الحصص المقبلة إن شاء الله. إذا تابع الزملاء والزميلات يعني باستمرار وبجدية ومواكبة يعني مستمرة، أكيد إن شاء الله غادي يخرجوا من الدورة التدريبية هما يعني في الجعبة ديالهم استعمالات ديال البرنامج الجديد، ومهم بالنسبة لطلبة الجغرافيا. إذن الإخوة والأخوات دائما المجال مفتوح، مرحبا بتساؤلاتكم. لو سمحت لي يا أستاذ. مرحبا سي سمير السلكي. أيوه. طالب باحث في جامعة بن طفيل كلية الأدب والعلوم الإنسانية. عندي غير واحد الإشكال يا أستاذ بالنسبة للمفاهيم البنيوية اللي طرح لها الأستاذ قاسم النعيمي. بعد تشكرون بعد على يشكر الأستاذ على المداخلة القيمة، صراحة استفدنا بزاف ديال الحوايج. غير بخصوص لي مود راستر ومود فيكتور. بالنسبة لمود راستر يقاس كما قال الأستاذ بالبيكسل، وكل ضلع أما أشار أنه في حالة كان كل ضلع كيساوي مثلا 30 متر 30 متر. غير بالنسبة للإشكال اللي عندي بالنسبة لمود فيكتور بحالة الزوم خاصة في البوليغون ما هو مساحي، واش هذيك لا فورم ديال البوليغون يمكن في حال الزوم ترانسفورما البيكسل
ولا لا؟ هذا هو الاشكال اللي عندي انا ما بين المود فيكتور والمود غاستر. ما كان شي توضيح استاذ. مرحبا مرحبا الاخ الكريم. هذيك ترانسميتر على ترانسميتر هذه عطيتها غير كمثال فهمتي، لانه في دوك لي ديم يعني لي فاريونت هي في دوك النموذج الرقمي الارتفاعات اللي هي صور ديال المكوك الفضائي الامريكي عطاتنا او نشرات واحد المعطيات للامتداد ديالها لا ريزوليسيون الدقه ديالها عفوا ماشي الامتداد الدقه ديالها 90 متر ونشرات من بعدها واحد المعطيات اخرى الدقه ديالها 30 متر ودابا كتنشر بعض المناطق اللي الدقه ديالها 12.5 وكان في الولايات المتحدة الأمريكية منشورة المعطيات ديال 5 المتر داكور، بمعنى إلا كانت 30 متر على 30 متر يعني إلا بغيت تقول 3 ديور ملاصقين غيبانو سفرم ديال دار واحدة، هذا غير مثال حيت لافاصاد ديال الدار هي 10 متر مثلا في لي نورم كاع اللي كاينين في غالب بالسميتو، اذا 30 متر هي 3 ديال الديور غيبانو سو فورم ديال ان اوبجي اوموجين داكور، يعني جسم واحد كيتجمع في بيكسل واحد، بمعنى صعيب انه هاد الدقه هذه ما تسمحناش باش نعرفوا شي حاجه اقل من 30 متر، بينما في ديال 90 متر راه خلاص هذيك حي كله تقريبا او بلوك كبير في الحي غيتعتبر اوبجي يعني جنس. هذا فيما يخص كما قلنا الراستر، بينما علاش حنا كنحولوا هذاك الراستر كنوليو نرسمو من فوقه مثلا شتي ان كارت توبوغرافيك الا سكانيناها كتسمى الراستر ايماج خريطه توبوغرافيه الا سكانيناها اسمحوا لي باردون باش نعطي واحد المثال دابا الا خديت انا هاد كما قلت هنا باش نفتحوا الراستر راه كنمشيو لهاد الراستر هذا وغادي نمشي ناخذ شي راستر ناخذ هذا مثلا نو ناخذ هذا هاي خريطه لاحظ معايا كيفاش ولات الخريطه شوف شتي الواد الى زوميت في الواد كيولي سو فورم دو بيكسل بيكسل داكور دونك هذا باش ما يبقاش يولي بيكسل راه كنرسمو داكور يولي فيكتور الفيكتور ما كيتقاش بلي بيكسل علاش لانه ما كيتبيكسلاش ما عمر شي فيكتور غيولي سو فورم دو بيكسل واخا شي فيكتور ياخذ لا فورم ديال بيكسل ولو شحال ما زومينا وغادي نعطي هنا واحد المثال مثلا بغيت نشوف شي حاجه اللي هي يعني تكون واضحه وفيها فوالا ناخذ هذه كما قلنا ها انت شوف هذه فوري 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 خصني نقلب على لا فوري لي ليكستنشن ديالها اس اش بي وباش ما نتلفش هنا حيت ها هو عندي هنا تولي فيشي بمعنى كيبان كل شيء نجي غير لهنا وندير له شيب فايل هيا اسري شيب فايل باش كيعطيني غير شيب فايل اللي كاينين كيخفي المعطيات الاخرى دونك انا غادي ناخذ نحيد هذا البيكسل دابا سيبريمي زين وغادي نمشي لهذا دونك هنا مثلا الى زوميت لاحظ واخا زوميت تنعيا
ما كيتبيكسيليز شنو هو الانت تمام يعني شحال ما زوميتي اولا شحال ما نقصتي ما كياخذش الشكل ديال لي بيكسل انت شي الخط ها غير لابارونس ديالو انت شتي دونك هذا باش كيتقاس هادو ما كيتقاسوش بلي بيكسل كيتقاس بلي زيكس لي زيغريك بمعنى اي بوين اي بوين عندها اكس و ايغريك ديالها الا بغيتي انت عفوا الا بغيتي انت مثلا واحد اسميتو متقاربه راك كدير لها بزاف ديال لينا تفهمنا دابا انا راه كنكليكي بزاف داكور هيا دونك هنا كثرت انا النقاط باش يعني رسم الشكل بدك الانعراجات اللي عنده وبالتالي راه فيه بزاف ديال لين بزاف ديال الزوايا شفتوا هادو كلهم راه زوايا اللي كي سميتو اسمح لي نشوف واش كاينه امكانيه ديال تظهر لي الزوايا ها هما شتيهم هادو لي بيكسل دونك هاد الخط هذا باش كيتقاس كيتقاسها بهاد كل نقطه وعندها لي زيكس لي زيغريك ديالها الا جبت انا غير هاد النقط مسحت هاد الخط هذا وجدت غير هاد النقط وطلبته باش يرسم لي الخط غير لاقي ما بين هاد النقط هادو ويرسم لي هاد الخط هذا وشحال ما زوميت كما قلت لك ما كيرجعش ما كياخذش الشكل ديال لي بيكسل دابا راه غير لافيشاج ديالي انا ها هي شتي هي لافيشاج هي اللي كتعطل شي شويه علاش لانه ربما البيسي ديالي عامر بشكل يعني ما كيسمحش لا فيجيون باش تكون سريعه اوكي هذا هو الفرق ما بين الفيكتور والراستر دونك حنا هذاك الراستر اللي عندنا واللي ما كيكون كيتبيكسيليزام اللي كنزوميو كنردو حنايا فيكتور يعني كنعاودو نرسموه باش ملي نبغي نخرج الخريطه بواحد الفورما كبيره ولا صغيره ما كيوقعش هذاك البيكسيليزاسيون ما كتضيعش المعلومه كتبقى ستابل كل ما زوميتي وعاد رسمتي كل ما كتاخذ لي ديتاي اكثر داكور هادو هما يعني الامور اللي يمكن ليا نتفاعل معك في هيلا اللي كان مازال خاص شي حاجه خاصها توضح يمكن نعاودو نوضحوها شكرا شكرا لكم الاستاذ قاسم النعيمي إذن أعتقد أن الجواب السلام عليكم أستاذي واضح جدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذة نادية سلمان مرحبا مرحبا شكرا أستاذي الفاضل شكرا لمداخلتكم الجيدة والغنية التي تلم عن الإمام الدقيق والعميق والسلس بهذا البرنامج أستاذي نعيمي بالنسبة عندي سؤالين لو كان إمكاني أنه توضح بشأنهما أول نقطة هو بالنسبة للاختلافات في الأركجيس وكيجيس وبالنسبة للمبانفو شنو الاختلافات على مستوى ديالها بالتدقيق لكن ممكن النقطة الثانية هو بالنسبة للعناصر التي يجب الإحاطة بها كعناصر موجهة للإشتغال بهذا البرنامج أو بسيك في الحقل التربوي من جانب تدريسي باعتباركم مكون تربوي بهذا البرنامج ومحيط أكثر بهذا الجانب هذا وشكرا لكم جزيلا أستاذي الفاضل على مداخلتكم القيم مرحبا دونك بحالي لا طلبتي مني نعود واحد المسألة اللي تكلمت عليها قبل واللي هي الفرق ما بين هذه البرامج بثلاثة داكور غنعاودها ولكن نعاودها بواحد الطريقة أخرى اللي غتجاوب مع المطلب ديالك التربوي يمكن نقدر نقول لك على أنه المبانفو هو واحد البرنامج تربوي يمكن نستعمله في التربية بينما الكيجيس والأركجيس هما برامج نقدروا نستعملهم في بناء المشاريع ماشي في المجال التربوي وماشي في التعلمي
ماشي في المجال التعلمي ديال الخرائطيه. داكور دونك هادو يمكن ليا نقدر نقول انا الى عطاوني هاد المهمه ديال التدريس شرتو في المستويات اللي هي مستويات المدرسيه وقالوا لي الدرس انت هاد الشيء ديال الخرائطيه المسانده بالحاسوب ولا نظم المعلومات الجغرافيه غادي نختار لهم المابونفو. علاش المابونفو؟ نظرا لبساطته وخفته وامكانيه يعني التعامل مع التلاميذ فيه واحد الشكل بسيط. بينما الا قالوا لي غندير واحد المشروع وقالوا لي شنو البرنامج اللي او غنبني واحد نظام معلوماتي جغرافي في اداره معينه يقول لي شنو البرنامج اللي غنعملو نقول لهم تعملوا الكيجيس او لا الكيجيس. ولكن الا زادوا الحو عليا قالوا لي شكون اللي غادي نستعملو اكثر نقول لهم الكيجيس. علاش؟ نقول لهم لانه كيؤدي نفس الدور ديال الكيجيس ولكنه مجاني ويتعامل مع عدد كبير من الامتدادات ومع عدد كبير من البراني. إذن هذو هما الفرق بيناتهم. الوقت اللي نبغي نأكد على أنه البرامج كلها كتأدي نفس الدور وتتعامل فيما بينها. يعني يمكن معطيات رسمتها في درت لها الجيرفرنسمو في الأركجيس وديتها ورسمتها في المابانفو ورجعتها ندير لها الميزون بوج في الأركجيس ولا في الكيجيس. فهمنا؟ يعني يمكن لك تبدا جونغلي ما بينات لي لوجيسيال. ما كاينش اختلاف بيناتهم، ما كاينش زعما شي عرقله من العراقيل اللي يمكن يعني تخليك انك تستعمل غير هذا البرنامج او هذا البرنامج. فيما يخص المجال التربوي، المجال التربوي كيخصنا نميزو جوج الحوايج. واش انا كاستاذ هو اللي مقصود بالمجال التربوي أو التلميذ هو اللي مقصود بالمجال التربوي؟ وغادي نزيد نوضح أكثر. يعني واش غير كيفاش نجهز هذوك المعينات الديداكتيكية ولا الأدوات الديداكتيكية الخرائط اللي ندرس بهم، أنا كأستاذ هو اللي خصني ندير فورماسيون في السيج ولا في هذا اللوجيسيال باش نحسن هذوك الخرائط اللي كاينة في الكتاب المدرسي، ولكن ملي غادي نعرضهم على التلميذ، التلميذ ما عندوش دخل اش من لوجيسيال داروا هاد الخرائط في الوقت اللي خصو غير يشوف واحد الخريطه بسيطه وكتوصل له هذاك الشيء اللي بغى. داكور كنوصل له المعلومات بالتدريج. هذا هو السيد. لو كان هناك توضيح بالنسبه لهذه النقطه، حاليا انا اشتغل على الصيغه ان اعداد خرائط اللي هي تتلائم مع البرنامج الدراسي ديال التلاميذ الثانيه بكالوريا. نعم. ولكن بالنسبه لي انا في نفس الوقت مطالبه بوضع واحد المنهج اللي كيراعي توظيف هاد نظم المعلومات في الجغرافيا ومع سلك تاهيلي بالضبط. ولكن بالنسبه لي في اعتبار ان هاد النقطه هذه لم تعالج في الاطر المرجعيه ديال تدريس ديال الماده ديال الجغرافيا. هادشي علاش يعني انا نخدم عليهم بجوج ولكن اركز على الجانب لانه كيفاش التنزيل ديالها. انا ما فهمتش مزيان المطلوب ولكن تبعت معك شي شويه هذا الموضوع. هذا بالمناسبه ربما ما عرفتش واش توصلتي بداك الشيء اللي صيفط لك ولا لا. يمكن نستغل شي شويه الوجود ديال الاخوان، معليش استسمح. شوف دابا بالنسبه لك انت، واش المقصود هو انك غتدرسي نظم المعلومات الجغرافيه لهذوك التلامد ديال الثانوي وغيستغلوا هذاك التكوين في المنهاج المقرر يعني وفي الدروس المقرره، او غير غنستعملوها احنا باش نبسطوا ديك المعطيات اللي عندنا في الكتاب المدرسي؟ يعني راه كاين جوج كما قلت لك، كاين جوج ديال المقاربات. واش المقاربه الاولى اللي هي انه التلامذ هما اللي خصهم يتعلموا البرنامج ويطبقوا على ديك الخرائط هي اللي كتدرس في الثانوي، او انه الاستاذ هو اللي خصو يكون عنده لا فورماسيون غير يحاول ياجستي هذوك الخرائط؟ دونك هذو جوج
اذا تسمح لي اذا امكن السي نعيمين ساعدك في الاجابه على السؤال ديال الباحثه ناديه. مرحبا. اذا اعتقد ان سؤال الباحثه يدور حول كيفيه توظيف مخرجات البرامج الخرائطيه في العمليه التعليميه التعلميه. هذا هو ربما الاستاذه تريد كذلك ان تدرب تلاميذها على استعمال وتوظيف نظم المعلومات الجغرافيه، اليس كذلك الاستاذه ناديه؟ بالنسبه لي السؤال الاول دابا الاجابه عليه استاذ الفاضل انه بالنسبه لي حاليا كنشتغل على خرائط اللي هي اللي كاين اعتبار لي الاكراهات السيميولوجيه الموظفه في رسم الخرائط. يعني انا نوضع خرائط اللي وضعت بالاركجيس يعني كاعتبار برنامج وتتجاوز الاخطاء ديال اللي موجوده في الخرائط الكتاب المدرسي ديال الثانيه بكالوريا. هذه نقطه، يعني ان غتوضع خرائط مرسومه بهذا البرنامج هذا. ثاني شيء انه مطلوب مني انني نوضع واحد كيفاش اننا نوظفوا هاد نظم المعلومات الجغرافيه في التدريس، ولكن اعتبار بحال انا وضع انا واحد المنهاج اللي كيدخل هاد الجانب ديال السيغ في التدريس بالثانوي التاهيلي. يعني انا نوضع مثلا واحد البرمجه كيفاش مثلا نحقوا الاهداف ديالها باعتبار مثلا واحد التدرج مثلا من الجدع الى الاولى الى الثانيه، شنو خاصنا نراعيو فيها اللي تسهيل هذا الادماج هذا لكي يستفيد منه التلاميذ، ماشي انني ندرس لهم البرنامج ولكن فقط انه كيفاش يضبطوا هذه المهارات ديالو. طيب الاستاذه غير واحد المساله، هي اول حاجه انا ملي كنبدا نناقش معك هذا الموضوع كنستحضر المنهاج المقرر. ما عندكمش في المنهاج المقرر ما عندكمش شي حيز زمني او شي مدخل باش تعملوا هذا الامر هذا. بمعنى اخر انت دابا حطيتي الاصبع في السؤال الاول على انه انت غتصحي غير الاخطاء المرتكبه في الخرائط، ولا كان هذا هو الدافع فهذا لا علاقه له بنظم المعلومات الجغرافيه. هذا انت وشنو بغيتي توظفي، ماشي بالضروره نفرضوا نظم المعلومات الجغرافيه. علاش؟ حيت هاد الهدف يمكن لي انايا بالنسبه لي نحقه غير بالوورد ولا بالباوربوينت مثلا. في الوورد ولا بالباوربوينت حتى هما وسائل ديال الرسم وكنرسموا فيهم، يمكن نرسموا خرائط. ونعطيك واحد المثال غير زعما بسيط وتقول لي انه فعلا هذا فيه يعني واحد الابداع. علاش فيه ابداع؟ لانه يعني كيكون ديداكتيكي وفي نفس الوقت كيأدي هذاك الشيء اللي مطلوب. حنا دونك هذا هو المطلوب، يعني انه يكون سميتو ديداكتيكي ويكون يعني فيه دوك لا سيميولوجي اللي زعما كنبغيو نستعملوها. ها هي هذه دابا خريطه، داكور؟ هذه الخريطه هذه كتبان لكم. اسمح ما درتش البارطاج، دير البارطاج سي نعيمي ممكن. داكور ما دايره. وتبان لك انه الخريطه اكثر ديداكتيكيه. كيبان لو بارطاج دابا؟ نعم سي نعيمي، نعم يمكنكم الاستمرار. هادي دابا خريطه، لاحظوا معايا الاخت سلمان بالخصوص، هذه خريطه بلاتي باش يعني دير سميتو. ها هي خريطة، وريت لك فين كاين المنطقة ديال البحث ومنش كتكون. يمكن لك انت تسقطيها على التقسيمات العالمية الكبرى ولا ما عرفتش كيفاش كيسميوها، ما بقيتش عاقل. داكور،
وتجي بكل تقسيم على حده وكيجي في المنطقه. دونك كاين داك التدرج في تعلم الخريطه وفي نفس الوقت فيها تصحيح ديال ربما الامور السيميولوجيه اللي كتكلم عليها. مثلا في الكتاب المدرسي السهول في الدول اللي كندرسو كتختلف في الالوان، في حين انه هذاك الرمز ديال السهل راه خصو يبقى ثابت، واخا كيديروا نفس اللون ولكن نفس اللون يعني لون اخضر ولكن بدرجات مختلفه، مره كيديروا لون فاتح ومره كيديروا نور غرق. علاش؟ لانه الكتاب المدرسي كيقسموه الاساتذه ما بيناتهم، كل واحد كيدير واحد لو فولي. المهم راه متفقين على اللون الاخضر، ولكن هذا في عهد في الوقت ديال التكنولوجيا لم يعد هاد الاخطاء مقبوله، كانت شحال هذه مقبوله، ولكن اليوم باعتبار هاد الوجود ديال التكنولوجيا وامكانيات حتى اللون كنحددوه بالارقام يعني بلا توناليتي ولا ساتوراسيون ولا سميتو الكونتراكس. دونك الا عطيتك الارقام راه الا درتي هذوك الارقام تحصل عليهم انت هما نفس اللون اللي غنحصل عليه انا، مابقاش يعني مابقاش مقبول في العهد ديال التكنولوجيا كما قلنا نديروا الوان مختلفه ما بين خريطه وخريطه. كنهضروا على السهول ديال المغرب والسهول الجزائر والسهول ديال تونس. ديال المغرب نديرهم بلون اخضر فاتح، ديال الجزائر اكثر لون فاتح، وديال تونس كنديرهم بواحد اللون غامق. ما يمكنش وحنا كنهضروا على نفس النوع التضاريسي الا كان عندنا شي قصد، فهمتي؟ مثلا سهل اكثر انبساطا، سهل نسبيا منبسط، هذه ممكن، ولكن هما ما كاينش هذا الهدف، ورغم ذلك كيرسموهم بهذا الشكل. هذا المساله الاولى. المساله الثانيه هو يقدر يكون داكشي مرتبط بالطبع، هذا الشيء كله لا علاقة له بالتلميذ، هذا الأستاذ هو اللي يعني صنصي باش يستعمل واحد البرنام الأساس دياله هو تصحيح هذوك المعطيات الخاطئة في الكتاب المدرسي وتقديمها للتلميذ في حلات صحيحة نسبيا. دونك الأستاذ هو اللي خصو يتعلم سميتو هاد اللوجيسيال، وبالخصوص الا بغى يستعمل نظم المعلومات الجغرافيه ولا بغى يستعمل شي اداه اخرى. نمشيو دابا للتعلم ديال التلميذ. التعلم ديال التلميذ والخرائطيه، واش التلميذ عنده واحد الحصه ديال الاعلاميات في الجغرافيا ولا في التاريخ؟ ما عندوش. واش كاين واحد الحصه ديال الرسم في سميتو؟ حنا كناخذوا هاد التقنيه ديال الخرائط وداك الشيء كان غير بحال اللي الا بغيت تقول كندوزوها مع الدروس، فهمتي؟ كنجيو للدرس الاول كيتكلم على التضاريس ديال المغرب مثلا، ولا ناخذوا حنا المقرر ديال الثانوي التضاريس ديال الولايات المتحده الامريكيه. دونك ملي نمشيو للتضاريس ديال الولايات المتحده الامريكيه غادي ندوز له العناصر ديال الخريطه بدون ما نشير لها، فهمتي؟ نقول له مثلا شنو العناصر اللي شنو اول عنصر كنشوفه في الخريطه اللي كنبغيو نقراوها، يقول لي هو العنوان، شنو ثاني عنصر هو المفتاح، ثالث عنصر هو كذا، رابع عنصر هو في دازت له العناصر بدون ما نقول له شنو العناصر اللي خصها توفر في الخريطه. داكور، كنولي ندوز له عاوتاني المنهجيه ديال قراءه الخريطه بدون ما نقول له راه حنا كنتعلموا المنهجيه ديال الخريطه. حتى واحد خريطه كنركز له على العناصر، خريطه كندوز له شنو هي العناصر اللي خصو يعتمد عليها باش يقرا الخريطه، الخريطه الثالثه كيولي يحلل. دونك راه ماشي ما دايرينش درس، غير يعني كنديروا له يعني الا بغيت تقول واحد كل مره كندوز له واحد العنصر حتى كيولف عليه وكيولي يتدرب عليه، وبالتالي ف يعني كيولي يتقن هذوك الادوات بدون ما كنعرفوها راه حنا اليوم غادي نديروا منهجيه قراءه. حيت الا درنا بحال هذاك هكا غادي يكون هذا درس خاص، وبالتالي ما عندكش انت في المقرر واحد درس خاص ديال تعلم كيفيه قراءات ولا تعلم كيفيه رسم سميتو. بالنسبه للرسم كنعطيهم يرسموا في المنزل، ما يمكنش الا جيتي دير الرسم في الخريطه ودير ديجيتاليزاسيون في سميتو ديال الخريطه ودير الجيوريفيرونسمون ديال الخريطه ودير الاناليز تيماتيك ديال الخريطه، هذوك راه حصص منين غتجيبهم وانت
المقرر عندك مضبوط وعندك دوك المواصفات وعندك الاطر المرجعيه شنو خاص التلميذ، وما كاينينش في الاطر المرجعيه على ان التلميذ خصو يتقن هذا الشيء هذا. دونك هنا كاين الا بغيت تقول كدير احتمال في حاله الا بغينا نبرمجوا هاد الامور هذه، هل اللي يمكن وعدت بروبوزي هذوك المراحل اللي تكلمت عليها قبيله، يعني كي خاص يكون الا بغيت تقول بحال اللي كنا كنديروا التاريخ والجغرافيا والتربيه على المواطنه، تولي التاريخ والجغرافيا والكارتوغرافيا ماشي حاجه بحال هكا. اذا سي نعيمي بحال الوقت اعتذر على المقاطعه، اذا سافتح القوس فقط دائما تفاعلا مع نفس السؤال، وساخرج من جبهه المسير لاجيب الاستاذه ناديه بحكم التجربه. اذا في الحقيقه لا مانع في ان ياتي الاستاذ بخريطة أو خرائط خارج المقرر الدراسي، فالمقرر الدراسي ليس قرآناً منزلاً، بل هو عبارة عن أرضية تفتح النقاش والحوار بين التلميذ وبين الأستاذ وبين التلاميذ. إذن بالنسبة للتدريس الجغرافيا في الثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، إذن المطلوب من الأستاذ أن يدرب التلاميذ فقط على مهارات التحليل الخرائطي، أن يتمكن التلميذ من قراءة أو التعرف على العناصر الأساسية والمكونات الأساسية للخريطة، أن يتمكن من فهم هذه الخريطة ومن تحليل المعطيات التي تتضمنها، هذا هو المستوى الأساسي. مسألة أخرى، إذا أراد الأستاذ أن يجتهد أكثر ويدرب التلاميذ أكثر في مجال الخرائط، يمكنه أن يشتغل بتقنية هي مفيدة جدا وسهلة جدا، تقنية الرسم بطريقة التربيعات. يعني نأخذ خريطة في كتاب مدرسي مثلا، نقسمها إلى تربيعات يعني معينة، ثم ننقل نفس الإطار ونفس التربيعات على ورقة الرسم، وتتحول الخريطة مثلا ذات الأبعاد مثلا 15 سنتيمتر على 10 سنتيمتر، يعني كننتقل من هذا المستوى اللي هو كبير إلى مستوى مصغر اللي هي مربعات صغيرة. إذا فاش كناخذ شبكة من التربيعات في الكتاب المدرسي وشبكة مماثلة لها في ورقة الرسم، تسهل عملية نقل أو رسم الخريطة على التلميذ، وهذه الطريقة كذلك تمكن من تصغير أو تكبير الخريطة الموجودة في الكتاب المدرسي لتأخذ أبعادا أخرى. إذا هذه المستويات التي يمكن أن يشتغل فيها الأستاذ مع التلاميذ فيما يخص التعبير الخرائطي. مسألة أخرى بالنسبة للأستاذ عموما في مادة الجغرافيا، يمكنه أن يوظف مهاراته ومكتسباته وتكوينه الأكاديمي يعني على مستوى العملية التعليمية التعلمية من خلال إنتاج خرائط يضعها في الباوربوينت مثلا ويشتغل عليها لتصبح الخريطة خريطة تفاعلية يقدمها في عروضه داخل الحجرة الدراسية، وهي تعطي نتائج يعني صراحة مبهرة من خلال تنويع تقنيات التنشيط. عادة ما يكون التقنية الأساسية المعتمدة في الفصل الدراسي الحوار إما العمودي أو الأفقي، فاعتماد الأستاذ على خرائط تفاعلية يجعل من الحصة الدراسية حصة يعني غنية ومختلفة بالنسبة للتلميذ. مسألة أخرى، عندما يريد الأستاذ أن يحضر فروض المراقبة المستمرة، بإمكانه أن يأتي بخرائط صماء أنتجها شخصياً. مثلا الحصة اليوم السي نعيمي بيقول لنا أن بإمكاننا نقوم بالتحميل المباشر ديال بعض الخرائط الصماء. إذا مني خذا مثلا البوليغون ديال خريطة المغرب، إذا يمكن لي ناخذ مثلا شمال إفريقيا أو الوطن العربي، نقوم بالتحميل ديالو أقدمه للتلميذ مثلا وأطلب منه توطين بعض المعطيات يعني الطبيعية أو البشرية وما إلى ذلك. إذا تمكنت الأستاذة نادية من الوصول لهذا المستوى، ستكون أستاذة مبدعة فيما يخص التعبير الخرائطي والاشتغال في مجال الخرائطي. شكرا الأستاذة نادية لأن أثارت يعني نقطة جد مهمة، وأتمنى أن تكون الإجابة كافية وشافية. سي نعيمي، أعتقد أن الحصة الآن في حدود ساعتين وأربعين دقيقة، أفتح المجال لسؤال واحد، وأعتذر من الزملاء الكرام. أود شكر الأستاذ نعيمي وشكركم أستاذ الفاضل، وإشارة إلى أن تقنية التربية هي حاليا متداولة بالنسبة للجداء العلمي والجداء الأدبي، يعني أن هذه النقطة هذه راه كاينة في الكتاب المدرسي. وشكرا.
جميل جيد أستاذة نادية، لأن حسب تجربتي الخاصة ليس كل التلاميذ وكل الأساتذة يعني يولون اهتماما لهذا المجال، ربما أنتم لأنكم يعني مهتمون بمجال الخرائط وهذا أمر جميل، أشجعكم على الاستمرار على نفس المنوال. بالتوفيق أستاذة نادية. إذن أفتح المجال لسؤال واحد ثم نختتم هذه الجلسة العلمية الشيقة والماتعة. مرحبا مرحبا. السلام عليكم سي مصطفى المترجي، مرحبا. تحية الأستاذ المكون وتحية للسي أحمد الهمال. مرحبا. أنا دخلت متأخر شوية لأنه كان شي مشكل تنظيمي إلى غير ذلك، ما حضرتش الأول صراحة، كان بودي أن أحضر من البداية لأنه صراحة عندي الكتاب ديال الأستاذ النعيمي ديال سيستم دي انفورماسيون جيوغرافيك، ولكن محتاج لبعض الشرح إلى غير ذلك. بالنسبة لعلاقة التكوين، احنا أنا في سلك الإجازة كنا تكوننا في المطبان مع الأستاذ محمد الغديسي والقليل من الأرك جيس مع الأستاذ بومعزة في الماستر إلى غير ذلك، ولكن هذا الكيو جيس ما صراحة عمري ما حضرت العمري درت فيه شي تكوين ولا اشتغلت فيه. كنت من خصوصا أننا محتاجينه، لأنه كان كما ورد في الكتاب للأستاذ النعيمي كان مجموعة من الأسباب اللي تخلينا أننا نشتغلوا بهذا البرنامج بهذا اللوجيسيا. صراحة حضرت لبعض النقاط، شفت مراحل إعداد مشروع تطبيقات سيج مثلا جيو ريفيرونس مور راسم إلى غير ذلك. هذه النقاط إن شاء الله نتمنى نشتغلوا عليهم ونفهمهم كما يجب. في علاقة بالنقطة المطرحة حاليا حول استخدام الدعامات الديداكتيكية في التعليم، بالنسبة للثانوي التأهيلي عندهم الاشتغال على الخرائط كاين في الجذع المشترك، سواء بالنسبة للأدبيين أو حتى بالنسبة للعلميين، عندهم رسم تقنيات، رسم خرائط تنظيم المجالين الريفي والحضاري، تمثيل معطيات كمية ونوعية على الخريطة، وكذلك الاشتغال على المقطع الطوبوغرافي الغربي. بالنسبة للأولى والثانية بكالوريا ما عندهمش هذه المسألة ديال رسم الخرائط نهائيا. بالنسبة للخرائط سواء بالنسبة للأولى بكالوريا ولا الجذع المشترك ولا الثانية بكالوريا، الخرائط عموما تحترم المقاييس المتعارفة، المعايير الواجب توفرها في الخرائط ديال عنوان الإطار المقياس والمصدر إلى غير ذلك وحتى المفتاح. غير هو بالنسبة للسيمولوجية الخرائط كما تحدث الأستاذ النعيمي راه فيها إشكال خاصة إعادة المناقشة، وشكرا. لنا شكرا سي مصطفى على التوضيحات وعلى هذه الإضافات. شكرا. السلام عليكم. مرحبا. واحد التفاعل بسيط أستاذ إذا سمحت لي. مرحبا ب أولا شكرا أستاذ، أولا كنشكر الأستاذ قاسم النعيمي على المحاضرة القيمة، وأسعدني لأنني التحقت في البداية ولكن كان واحد الطارئ دخلني نبعد على الحاسوب حتى رجعت تقريبا بعد ساعة. وفقط كتفاعل مع الأستاذة اللي درجات الأستاذة بالنسبة للتربوي، ما هو تربوي، وصراحة من اللي كنشوفوا هالدروس يعني هالدروس ما هو إلا يعني أجرى يعني المجموعة من القدرات، هذه القدرات اللي هي يعني فروع دي الكفايات اللي كان هدفوا أننا نحققها. ملي كنجيو لهاد الدروس مثلا في البرنامج الاعدادي الثانوي الاعدادي كنلقاو مجموعه خصنا نحققوا ديال مجموعه من الكفايات اللي هما كيتفرعوا الاهداف. مثلا الكفايه ديال النهج الجغرافي اللي هو الوصف والتفسير والتعميم، كنلقاو مثلا في الثالثه الاعدادي اخر درس يعني في السيكل الاعدادي كامل اخر درس عاد داير داك الدرس ديال النهج الجغرافي اللي فيه التفسير والتعميم الوصف والتفسير والتعميم. مثلا هذا داير على شكل درس، ولكن راه كاين واحد الاهداف كنلقاو بزاف الاهداف التعلميه ديال الدروس، تلقاو يعني التدرب على الاشتغال على وثائق، يعني الاشتغال على وثائق سواء خريطه تاريخيه ولا خريطه جغرافيه ولا الى غير ذلك. اذا هنا كنتسائلوا علاش هاد الناس ما داروش واحد الدرس اللي هو خاص بهذا، يعني خاص يعني كيصب اساسا في الكفايه المنهجيه، يعني التدرب على الاشتغال على وثائق، مثلا التدرب على الاشتغال على خريطه اللي هي المراجعه الخريطه الجغرافيه، حتى هي عندها خطوات ديداكتيكيه ديالها الى غير ذلك. من التلميذ كتبغي تبني يعني هو خصو يكون عارف، راه غادي تسولو على الموضوع شويه وتقول له وصف لي هذا
التوزيع المجاري ثم استخرجوا ثم فسر ثم يعني ركب واحد فكرة إلى غير ذلك. يعني هنا كنشيروا أن كاين بعض الأمور اللي هي دايرة على شكل دروس ولكن كيركزوا على ما هو معرفي بشكل كبير. تالي حنا خصنا مرة ندمجوا ما هو منهجي في الدرس وخا ما نكسبوش في المضمون إنما ندمجوه كيبنيوه بشكل يعني بشكل ديماني ما كيكسبوش. بحال اللي قال الأستاذ قبيلة راه كان بغون مثلا نستغلوا الخريطة ديال التضاريس ديال أمريكا كنمشيو نقولوا مثلا كنبدا نعطيه العناصر الخريطة يعني بشكل غير مباشر وخا ما سبقلوش قرا هذا. يعني هنا اما بالنسبه يعني صراحه اللي فهمت انا من الاستاذه هو ان كيفاش تبني واحد المنهاج يعني ولا برنامج تربوي كيفاش تدمج فيه نظم معلومات الجغرافيه راه ممكن دمجها في يعني الا بغيتي كمقترح بغيت تخدموا مثلا تشوف المؤسسه اللي طالب منها شي واش اقليميه ولا هذا ممكن دمجوا في هذه الكفايه المنهجيه يعني على شكل درس يعني تقترح انه يدير على شكل درس او لا تقد تعطى له واحد القيمه في في في, في ديك الاهداف التعلميه لو مثلا قيمه اللي هي عندها علاقه بالتدرب على انتاج خرائط ولا العناصر الاساسيه للخرائط ولا المهم عندها علاقه بالكارتوغرافيا ولا نظم معلومات الجغرافيا الى غير ذلك. وشكرا. اذا شكرا سي سعيد على هذا التوضيح وعلى هذه الاضافات المهمة. إذن الإخوان غادي نترك المجال لسؤال أخير لأن الوقت تعدينا الوقت يعني المبرمج في هذه الورشة التدريبية وحتى يعني نحافظ على الطاقة ديال الأستاذ ربما قد يكون لديه التزامات عائلية وما إلى ذلك. إذن سأفتح المجال لسؤال واحد وأخير ثم نختتم أشغال هذا اللقاء بحول الله. وقبل ذلك أود أن أقدم توجيها من جديد يعني وتزكية لما قاله الأستاذ سابقا الأستاذ موسى الملكي. إذن أقول للسيدات والسادة الباحثين المشاركين في هذه الورشة التدريبية بأن عملية النقل المباشر لأشغال هذه الدورة التكوينية تبقى حصريا على الجهة المنظمة لهذا الملتقى التكويني. وأنا أعرف أن بعض الإخوان يعني على سبيل التقاسم يودون يعني توسيع دائرة الاطلاع على المجهودات التي يقوم بها المنتدى الوطني الجغرافي الشباب وشركاؤه وما إلى ذلك، ولكن حبذا لو يتريتون قليلا وينتظرون تقاسم أو نشر الجهة المنظمة لأشغال هذه الورشات التدريبية بعد ذلك يمكنهم أن يتقاسموها على صفحاتهم الخاصة فلا بأس في ذلك. وأعتذر مجددا للزملاء والزميلات وأرجو أن يتفهموا هذا التوجيه. إذن سؤال أخير إذا كان هناك سؤال أو تعقيب. إذن أعتقد نكتفي بهذا القدر سي نعيمي. مرحبا أستاذ. مرحبا. إذن شكرا سي نعيمي لأن الحصة الآن هي نعم مرحبا. إذا السؤال ديال السي مصطفى سيكون هو السؤال الآخر. تقني إن الجواب يكون واضح إن شاء الله من الأستاذ نعيم. أنا حاولت الآن نستعلي آخر فيرسيون ستاب اللي كاينة في السيت اللي هي 3.22-5 ما بغيتش نستعلي ليا ودابا خدام بنسخة قديمة اللي هي 3.12. واش ما كاينش اشكال في هذه؟ ما كاينش زعما تغيرات كثيره بين النسختين؟ ما كاينش اختلافات كثيره؟ لا ما كاينش اختلافات، ما كاينش اختلافات مزيانه. شتي ملي كدير 3.x مزيانه غير ما تمشيش ل 2 هذا هو الاساس لانه 3 ولا فيها واحد يعني اختلافات نسبيا حاسمه وبالتالي فمزيان 3. شي حاجه هذاك كلهم مزيان. شكرا استاذ. مرحبا مرحبا. دونك الاخوان اللي يعني في الحصه المقبله ان شاء الله يكونوا نعتبروا انه الكل عنده اللوجيسيال مانستال. اللي عنده شي مشكل راه عندنا الجروب ديالنا المجموعه ديالنا يمكن يصيفط الاسئله ديالو. اللي بغى شي حاجه نتعرضوا ليها في الحصه يصيفطها لنا في سميتو قبل من نبداو الحصه يعني بواحد اليوم ولا يومين حتى انه نقدرنا انتيغريوها بحال دابا مثلا الاخت سلمان
الا مازال عندها شي مشكل ولا شي سؤال اخر ولا تبادر للذهن ديالها واحد السؤال يمكن لها تصيفطو في الجروب ديال سميتو على اساس يعني نستحضروا حنا في الشرح باش من يعني نوفروا لها العدد ديال المعطيات وبالخصوص الا كان عندك امكانيه البحث وامكانيه ديال صياغه الجواب بواحد الشكل احسن. هذا هو اللي كاين. دونك الاخوان كما قلت ما نعاودوش نذكروا على الانستالاسيون من بداو الحصه الجايه. الا عنده شي واحد شي حاجه قبل راحنا نحلوها معاه. ملي تانستالي ولا لوجيسيال اول حاجه تعملوا هي تمشيو لي زيكستونسيون وتشوف واش لي زيكستونسيون كاملين تانستالاو. يعني كتبان لك هذيك لا ليست ديال لي زيكستونسيون عامره ما يكونش فيها غير 4 ديال لي زيكستونسيون ولا 5. اسمحوا لي هذا الامر هذا واخا غادي نعطلو شي شويه السي سميتو. كتمشي لهنا جيري لي زيكستونسيون خاص يكون عندك هادي هما انستالي داكور. سمحوا لي حيت هنا كتب يعني يكون عندك بحال هذا الشكل هادو لي انستالي هما هادو وتو يكون عندك ملي دير تو يعني لي زيكستونسيون تكون عندك هادي عامره كومبلي بهذا الشكل كثير العدد ديال لي زيكستونسيون. فهمتي الا ما تانستالولكش هادو عارف راه غير سميتو التيليشارجمون ما تماتش بالشكل الجيد وبالتالي يمكن لك تعاود ديزانستالي وتعاود تانستالي. هذا هو الامر اللي مطلوب ان شاء الله في الحصه الجايه. وقبل ما نبداو الحصه ديالنا شوفوا الجروب ديالنا على اساس واش حطينا شي حاجه اللي خصها تيليشارجها باش تكون عندك باش تكون هي منطلق ديال الحصه. وشكرا سي الهمل. اذا شكرا لكم سي نعيم. اذا باسمكم جميعا اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ المقتدر سي قاسم النعيمي على تأطيره الجيد لهذه الورشة التدريبية التكوينية في برنامج كيجيس. شكرا كذلك للسادة الباحثين وسيدات الباحثات الذين تابعوا أطوار هذه الورشة. شكرا على انضباطكم، شكرا على التزامكم وعلى أسئلتكم وإضافاتكم التي أغنت هذا اللقاء العلمي الماتع. حياكم الله، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إلا سمحتي نعم. الهمل غير كل مرحباً. شيء دير الكاميرا إلا كان ممكن وخذ لنا واحد الصورة. إذا ناخذها بالهاتف لا بس. لا أنا ناخذها بأمبري. خذها كابتور إكرون صافي. صافي غير الإخوان يديروا كلهم اللي عندهم الإمكانيات يديروا. اللي عندهم الإمكانية. يديروا الكام. مرحبا. إذا تكون صورة للذكرى. أيه. إذا فكرة جيدة. إخوان الذين تعذر عليهم ذلك لا بأس في ذلك. إذن الإخوان الأخوات دونك غنحسب حتى الخمسة اللي ما تكونيكتاش بالكاميرا نعرف بأنه راه ما عندوش الظرفية. نعم غير مهيئ. ياك السي موسى. السي موسى معانا ما كاينش. استاذ الحصه القادمه ان شاء الله ما علمتيناش قبل. ان شاء الله واخا معليش انا المهم قدرنا الظروف ديال الاخوات. نعم نعم. دونك واحد جوج ما كنسمعكش السي موسى سميتو الميكرو. واحد. مرحبا استاذ. مرحبا بكير. نتمنى الصوره ملي يكون ضوء. جوج ثلاثه أربعة خمسة. ومشى لي يد. لا انتظر عرفت أنا تدي لي هذه المرة في الكاميرا دابا مزيان. صافي راه خديتها. صافي خديتها. إذا شكرا لكم جميعا. عواشر مبروكة مع أجمل المتمنيات إلى حصة تكوينية لاحقة. دمتم في رعاية الله. الله يحفظكم. الصورة عندكم أخي في الجروب. السلام عليكم.